يا جمهور النادي الأهلي العظيم، مساء الخير ومساء الانتصارات ومساء البطولات والأفراح، مساء النادي الأهلي العظيم فعلا. مساء الخير على أعظم نادي في الكون، مساء الخير على النادي اللي ولا في غيره يفرحني، ودايما هنفضل على الحلوة والمرة معاه. بس هو دايما مفرحنا الحقيقة، ودايما أيامنا معاه كلها حلوة، وهتفضل بإذنك يا رب حلوة. قبل الماتش امبارح كنا كلنا بنقول يا رب يا رب، وهي دي فعلا الكلمة اللي عيشتنا الفرحة دي دلوقتي. وبعد المباراة كنا برضو بنقول كلمة واحدة، أنا عن نفسي كنت دايما أرددها. أنا النهاردة كنت نايمة ومش حاسة بنفسي وبقول الحمد لله، يعني مامتي بتقول لي كنت بتقولي الحمد لله وانت نايمة، يعني فالحمد لله الحمد لله. مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان، على كل عشاء الكيان الكبير والعظيم اللي بيجمعنا كلنا. ألف ألف مبروك لينا، ألف مبروك لينا كلنا على اللقب الغالي ده، اللقب الأفريقي. إن شاء الله البطولة أو البطولات لا تتوقف، إن شاء الله لا تستمر. هيفضل الأهلي الكبير مسيطر محليا وقاريا وعالميا بإذنك يا رب على البطولات. قبل ما ندخل في أي تفاصيل الحقيقة، عشان أنا امبارح كنت في الاستاد وشفت بعيني ده، فأنا الحقيقة عايزة أوجه شكر لأكتر من جهة الحقيقة. عايزة أبدأ بشكر لرجال الأمن، الشرطة المصرية الحقيقة اللي قامت بتأمين المباراة دي على أكمل وجه، واللي ظهرت بالصورة المشرفة دي امبارح. رجال فعلا أبطال، رجال الأمن. عايزة أشكر وزارة الصحة ممثلة طبعا في دكتور هالة زايد، والبروتوكول الطبي اللي امبارح كان يعني كان ماشي بشكل جيد جدا برضو على أكمل وجه، بدءا من توزيع الكمامات فور فري بالمجان على الناس اللي داخلة أو الجماهير اللي داخلة تشجع، المرور دايما وحتة دايما الناس بتطمن أو يعني الجهة المنظمة ديت على النواحي الطبية أو الإجراءات الاحترازية بتمر باستمرار فكرة التباعد الاجتماعي. عايزة أشكر كمان زمايلنا الحقيقة اللي من الصبح بدري، من امبارح لحد اللحظة ديت كانوا منتشرين بيغطوا ما قبل المباراة وأجواء ما قبل الاحتفال وما بعد المباراة وأجواء الاحتفال. عايزة أشكر مذيعينا، زمايلنا، مراسلينا، زمايلنا اللي يعني يا حبايبي يعني من صباحية ربنا كانوا واقفين في كل حتة، مهتمين جدا كانوا باللقطة دي، ان هم يعني يظهروا استعدادات المباراه. مباراه كبيره طبعا، مباراه كان كل العالم بينتظرها ومترقبها وبيستعد لها، وما نامش وما كلش، وحتى لما المباراه خلصت كنا فرحانين والله. في ناس ما نامتش فعلا، في ناس من زمايلنا صوتها رايح لحد دلوقتي ما رجعش. عايز ارحب بكابتن زميلي هاني رمزي. مساء الخير يا سهام. طلعت انت امبارح لوحدك، سبتك مع الموس وسبتك مع شنو، ها يعني وانا قلت احتفل مع الجماهير. طبعا انا صوتي رايح، انا يعني الاول طبعا بمس عليكي، بمس على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. انا كنت واحد من الجماهير الثالثه زي ما بيقولوا امبارح بعد المباراه، فاعذروني على صوتي شويه، وكنت يعني دايما يعني كواحد من ابناء النادي الاهلي واللي اتربوا في النادي الاهلي كنت عارف قيمه هذه المباراه بشكل كبير جدا. مباراه تاريخيه، مباراه استثنائيه، علشان كده احنا كمان موجودين مع حضراتكم هنا في البيت الكبير في يوم استثنائي. كان بقول مبروك لكل الناس، مبروك الانتصار الكبير الغالي، التتويج بالتاسعه. مباراه كانت يعني كانت انا بالنسبه لي مش الخروج من عنق زجاجه، لا دي مباراه بثلاث بطولات. بنتكلم على البطوله الافريقيه الغاليه، بنتكلم ان شاء الله على بطوله السوبر الافريقي، ان شاء الله بنتكلم على بطوله كبيره جدا كاس العالم للانديه. يعني انا كنت يمكن كمان موجود مع حضراتكم، وكن ان شاء الله باستمرار هنا بقى في البيت الكبير هنتابع اخبار نجومنا ونعرف احتفالاتهم ونعرف المباراه عدت عليهم ازاي. امبارح كان معانا ثلاثة من أبطالنا، كان معانا موسيماني، كان معانا الكابتن سعيد أبو الحفيظ، والعملاق السد العالي محمد الشناوي، وكانت سهرة ممتعة. أنا يعني عارف السهرة اتأخرت لغاية تقريبا الساعة 4:30 الصبح، والنادي الأهلي وقناة النادي الأهلي مكملة للصبح، ف
فده يوم استثنائي، ده يوم تاريخي زي ما اتكلمنا، وعلشان كده موجودين مع حضراتكم النهارده. بقول تاني الف مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي حتى يعني ما نامتش وفضلت في الشوارع حبا في كيان النادي الاهلي. مبروك لاداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، مبروك للرجاله اللعيبه اللي كانوا موجودين في ارض الملعب، مش بس الموجودين في ارض الملعب، كل من شارك في هذا الانتصار، الموجودين جوه الملعب واللي بره، بنتكلم على كل اللعيبه. الجهاز الفني العظيم اللي موجود عندنا بنقول له الف مبروك، خطوه ان شاء الله لبطولات جايه، واكيد طبعا كل التتويج دوت بيجسد كيان النادي الاهلي، كيان النادي الاهلي الكبير اللي كلنا فخورين بيه وكلنا بننتمي ليه بشكل اكتر من رائع. النهارده عندنا اتنين كمان من ابطالنا، عندنا طبعا النجم الكبير، يعني عايزين نقول اللي كان مفرحنا في الدقيقه 85 وعاد الروح لجماهير النادي الاهلي، محمد مجدي قفشه، واحد من اللعيبه المميزين على يعني الفتره الاخيره بشكل كبير جدا، بطل من ابطال التسعه. وكمان عندنا الكابتن حمدي فتحي طبعا من اللعيبه المميزه، الراجل في الملعب، المقاتل في الملعب، هيكون موجودين هنا النهارده معانا هنا في البيت الكبير طبعاً. نستمتع ان شاء الله بحوار ونعرف كمان شعورهم ايه قبل المباراه واثناء المباراه وكواليس بقى، ويكلمونا بقى كده ان شاء الله تكون حلقه كلام من القلب بقى، كلام من القلب في حلقه استثنائيه ليوم السبت. فان شاء الله بنرصد مع حضراتكم في البيت الكبير هنا مظاهر الاحتفالات ومظاهر التتويج بالكاس، الكاس الغالي علينا كلنا، وان شاء الله نقول يعني الاهلي البطوله التاسعه فعلا في دوري ابطال افريقيا، وبعدين نقول العشره وال11 وان شاء الله ان شاء الله. بس قبل طبعا دول نفرح الاول بكاس مصر السوبر الافريقي، وطبعا يعني البطولات جايه زي ما احنا قلنا. النهارده في حلقه استثنائيه خاصه جدا في البيت الكبير، الاهلي والبطوله التاسعه في دوري ابطال افريقيا، قصه حب كبيره بين الاهلي والبطوله دي. الله الله على النادي الاهلي واولاده المخلصين المحبين للكيان اللي يستحقوا الحقيقه النهارده تحيه كبيره جدا، ويستحقوا بالفعل التتويج بالبطوله الغاليه دي. فانا بقول لكم اهلا وسهلا بكم تاني وتالت، والف مبروك تاني وتالت وتاسع. تاسع التاسعة يا أهلي، من قناة النادي القرن، قناة نادي الشعب، قناة النادي الأهلي، النادي الأهلي الحائز على 9 بطولات أفريقية، كسب 6 مرات كأس السوبر الأفريقي، اللي إن شاء الله بدعمكم وبتوفيق ربنا في الأول هيبقوا 7 قريب بعد ما نفوز على نهضة بركان المغربي بإذن الله. الأهلي الحائز 4 مرات على كأس أفريقيا للأندية، أبطال الكؤوس، الحائز على الدوري المصري 42 مرة، وكأس مصر 36 مرة، وكأس السوبر المصري 11 مرة. فأنا يعني في عظمة أكتر من كده؟ أكيد مفيش، أكيد مفيش. في فريق يخلي جماهيره يعني في فخر وفرحة بالشكل ده، ما افتكرش برضو. دي أرقام قياسية ما افتكرش ان احنا شفناها على مر حياتنا لفريق كده. من كل قلبي انا مبسوطة ان انا بنتمي للممبر ده طبعا وللنادي الاهلي، وفخورة جدا جدا ان معاكم وبعيش الفرحة دي. الناس امبارح كانت بتبعت لي، والنهاردة كمان، ان انا كمان يعني واحدة من يعني انا حصلت كمان على البطولة دي، صح؟ كلنا يعني مش بس اللعيبة والجهاز الفني ومجلس الادارة، حتى جماهير والجماهير طبعا. فانت النهاردة بقيت واحد من الكيان ده، صحيح، وبتتوج انت الاخر بالبطولة الغالية دي، فكل الفخر كل الفخر. شكرا كابتن محمود الخطيب، شكرا مجلس إدارة النادي الأهلي فردا، شكرا جهاز الفني، مستر موسيماني، شكرا كابيلو، مين تاني افتكر معايا؟ كل الناس يعني، احنا لعبتنا بقى لعبتنا معانا واحد من نجوم أفريقيا والنادي الأهلي. قفشة هيكون معانا كمان بعد شوية، وكابتن حمدي فتحي كمان. هو ده الأهلي، وهو ده الفريق اللي على مر تاريخه كان سبب الانتصارات دي، وكان سبب الفرحة دي لكل جماهيره، وسبب سعادتهم. الحقيقة تاريخ طويل جدا جدا للنادي الأهلي مع البطولات الأفريقية، وأنا ويمكن يتفق معايا ناس كتير جدا إن أصعب بطولة والأغلى بطولة أعتقد بطولة 2006، وبطولة البطولة اللي فاتت بطولة امبارح، لأنها على شكل استثنائي زي ما اتكلمنا، مباراة تاريخية، مباراة ستحسب للنادي الأهلي على مر التاريخ من خلال حتى حسابات الكاف، حسابات الفيفا، لأنها أول مرة يقام النهائي على أرض مصرية ما بين الأهلي والزمالك، فريق من
من بلد واحده او فريقين من بلد واحده. فعايز اقول لكم كمان ان التاسعه كمان فيها ارقام قياسيه كتيره جدا، وهنتكلم مع ضيوفنا فيها ان 36 هدف النادي الاهلي بيحرز 36 هدف في نسخه النسخة الحالية، وده رقم قياسي. بنتكلم كمان على 20 بطولة قارية، 20 بطولة قارية، ده بيحط أو بيقول إن فعلا كيان النادي الأهلي وصل فعلا للعالمية. يمكن إحنا التاني بعد ريال مدريد على مستوى البطولات القارية. فعايز أقول لكم إن تاريخ النادي الأهلي تاريخ كبير جدا، وإن امبارح بصراحة يعني كانت بطولة غالية، بطولة عزيزة علينا كلنا، كنا سعداء كلنا بهذه البطولة، وإن شاء الله يعني السعادة هتستمر. لكن كمان عندنا بطولات، عندنا كأس مصر، عندنا السوبر الأفريقي، عندنا إن شاء الله بإذن الله كمان كأس العالم للأندية. فكل دوت تحديات جاية للنادي الأهلي، لكن دلوقتي احتفالات، والاحتفالات كانت النهاردة كمان موجودة في النادي الأهلي بشكل مبسط شوية، يعني لم تتخطى مدتها لساعة. كانت طبعا من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بحضور أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين أصحاب الإنجاز الكبير. الحقيقة لفت نظري النهاردة يمكن كام جملة قالها الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب يعني قال، ودايما انتوا عارفين كابتن محمود الخطيب قليل الكلام شوية، ويمكن كلامه بيبقى مختصر، ولكن المختصر المفيد. رسائل مهمة جدا ومباشرة من الكابتن محمود الخطيب الأسطورة للعيب الفريق، بيقول لهم على قيمتهم وقيمة النادي الأهلي والتحديات اللي كانوا بيمر بيها، وكان عنده ثقة كبيرة جدا جدا فيهم. خلينا كمان أسطورة الكابتن محمود الخطيب كان ليه كمان يعني حافز كمان للولاد، قال لهم انتوا كتبتوا اسمكم من حروف من ذهب، لكن لسه كمان القادم اهم. عمل مقارنه سريعه جدا ما بين النادي الاهلي ونادي ريال مدريد، قال لهم انتوا على خطوه واحده، على بعد بطوله واحده عن ريال مدريد، احنا حاصلين على 20 بطوله قاريه. لكن كمان رسائل مهمه لكابتن محمود الخطيب يعني، وكانت يعني تحيه اللاعبين كمان لكابتن محمود الخطيب بتدل على احترامهم لهذا الشخص اللي يمثل الكيان الكبير جدا جدا، افضل لعيب يعني 21 بطولة قارية. لكن انا بتكلم كمان على قيمة كابتن محمود الخطيب اللي يمكن تحدث عاب كتير جدا جدا الفترة اللي فاتت، وراهن على النادي الاهلي، وقال للعيبة كده انا راهنت عليكم مش هتخسروا هذه البطولة، وفعلا كنتوا على قد المسؤولية. الفوز باللقب دوت انجاز كبير جدا لكل من شارك في هذا الانجاز، زي ما بقول لاعبين، مجلس إدارة، جماهير، كل الناس سعيدة بهذا الانجاز الكبير جدا جدا. كمان كابتن محمود الخطيب اكد على ان النادي الاهلي فخر لكل اللعيبه. باختصار كده قال لهم اللي عايز ياخد بطوله يعدي قدام النادي الاهلي، وان النادي الاهلي هو صانع النجوم، ما حدش بيصنع النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي بيصنع النجوم، واي فرد بينضم لكتيبه النادي الاهلي هو اكيد هيكون بطل في وقت من الاوقات. احنا بنشوف لعيبه بتيجي لمده 3 ايام وبتبقى اصحاب بطوله. فرسائل كتيره جدا كابتن محمود الخطيب بصراحه قالها، يمكن كل مختصر المفيد، لكن ما تدل عليه تدل على قيمة هذا الرجل، بتدل على قيمة النادي الأهلي. وكان في سعادة كبيرة جدا جدا من اللاعبين صراحة، بجانب سعادتهم كمان تقديرا للكابتن الأسطورة الكابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن محمود الخطيب في حواره يمكن البسيط دوت اللي اتكلم فيه، يمكن في هذه الاحتفالية البسيطة أيضا، يمكن كلامه حمل رسائل مهمة جدا. يعني النهاردة مثلا كان بيتكلم عن موسيماني واختيار موسيماني وطريقة العمل الجماعي في الأهلي، وهو ده سر النجاح، وأنه لما كلم لجنة الكورة وبعد كده كلم التاريخ بقى كابتن شيخطه إسماعيل علشان يعرض فكرة استاد تدريب الفريق لموسيماني، اسناد التدريب ده. فالنهاردة ده كمان بيلاقي ترحيب من الجميع. بس أهم حاجة يمكن، وده اللي دايما الأهلي بيأكدوا وإحنا بنشوفه الحقيقة، أنه لا يشبع من البطولات ولا يتوقف عن حصد البطولات. وقال اللعيبة كده، أنتوا خلاص احتفلنا، من بكرة نقفل الصفحة دي وعندنا بطولات كتيرة أخرى، وأنه في جماهير من بكرة هتطالبكم بالمزيد من ده ومش هتشبع من البطولات دي. فتعالوا نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب قال إيه في احتفالية النهاردة ونرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه يمكن مظاهر الفرحه هنا في موجوده في مصر كلها، الحمد لله رب العالمين. يا ريت
انا ثابت في مكانها. جزء كبير جدا وشريحه كبيره جدا جدا من اهلنا واخواتنا وشعبنا فرحانين وسعداء. البطوله تستحق. احنا كمجلس اداره مهمتنا ان احنا نحاول بقدر الامكان نوفر لكم كل الامكانيات، مش بس كرة القدم وجميع الألعاب الأخرى وكمان أعضاء النادي، إن احنا نحاول بقدر الإمكان نوفر تطوير في كل منشآت النادي، تطوير في كل الألعاب الرياضية في النادي، دعم كبير. النادي الأهلي يستحق إن يكون في هذه المكانة، المكانة اللي النادي الأهلي فيها الأجيال كلها ورا بعض هي اللي بتحافظ على المكانة دي، أجيال لاعبين وأجهزة فنية وإدارية ومسؤولين، الناس كلها بتشتغل بحب، الناس كلها بتشتغل كأسرة واحدة كعيلة واحدة، معاهم جماهير النادي الأهلي اللي هم دايما بيدفعوا العجلة دي. كل من ينتمي النادي الأهلي بيشتغل بحب، وعشان بيشتغل بحب النادي الأهلي يعني في هذه المكانة. النادي الأهلي النهارده يمكن كلنا فرحانين جدا عشان بطولة عزيزة جدا دخلت استرجعناها بعد فترة. كلنا فرحانين جدا بالبطولة دي. كلنا سعداء بيها. الناس كلها مبسوطة، كجمهور مبسوط الحمد لله رب العالمين، مسؤولين مبسوطين الحمد لله رب العالمين. أنا فرحان جدا بده. لكن أنا فرحان كمان عشان ولادنا اللاعبين. اللعيبة دي نوعيتهم كويسة، واللعيبة دي مواهب جامدة جدا، واللعيبة جامدة جدا. كنت نفسي ان هم يحققوا حاجة لنفسهم ولتاريخهم، يتكتب في تاريخهم. عشان كده انا فرحان جدا ليهم ان هم يستحقوا النهاردة يتكتب في تاريخ كل واحد فيهم، انه يعني البطولة دي تتكتب في تاريخهم. بطولة افريقيا والبطولات الكبيرة ودوري وكاس مصر ده كان ناقص الجيل ده. الحمد لله رب العالمين واتحقق. وانا بقول لهم، انا قلت لهم الكلام ده قبل الماتش، اننا احفادك ولادك واحفادك هيفخروا باللحظات دي، وانتوا تستحقوا ده، ان انتوا احسن مجموعه موجوده في القاره الافريقيه، انتوا احسن لعيبه موجوده في القاره الافريقيه. انا يمكن مظاهر الفرحه دي انا بصراحه هم عارفين، زمايلي كلهم عارفين، فانا ما قالوليش، خلي بالكم ما قالوليش النهارده في ايه. انا مظهر الفرحه قوي دي انا ما يعني مش بحبها قوي، عشان احنا دايما اللي بيفرح لازم يبقى عنده حدود. البطل اللي بيفرح لازم يبقى عنده حدود في الفرحه بتاعته. الحدود ان انا بكره، وده قدرنا يا جماعه، قدر النادي الاهلي، النادي الاهلي مسؤولين، النادي الاهلي بلاعبته، النادي الاهلي بجهازه التنفيذي كله، قدرنا ان احنا بنحقق حاجات انجازات كويسه، لكن ما تاخدش مني وقت كبير في الفرح، لان انت بكره عندك حاجه مهمه، بكره عندك بطوله ثانيه، فانت لازم من دلوقتي خلاص نقفل. الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا سبحانه وتعالى، الف حمد وشكر ليك يا رب، لان ربنا كرمنا كرم كبير جدا جدا ونعمه كبيره جدا جدا بالبطولات دي. وكمان بهنيكم عشان تنافسي في كاس العالم للانديه، بس تنزلوش عن ده، انتوا في ايديكم تكتبوا تاريخ تاني. عندك رايحين تلعبوا ان شاء الله في كاس العالم للانديه مع فرقه كبيره، النادي الاهلي. خلي بالكم النادي الاهلي النهارده هو تاني فريق في العالم تحقيقا للبطولات القاريه، بيسبقنا بس، بيسبق الاهلي بس ريال مدريد بس، واحنا بنقرب. ولازم ده الاجيال كلها بتسلم بعض، عشان كده مهم جدا يا رجاله. خلاص بكره بنقفل الصفحه ديت. النهارده خلاص نروح بيوتنا، ننام
بكره في بطوله جديده، بكره في حياه ثانيه، بيفوق بكره في ناس هتطالبكم ببطولات ثانيه. انتوا تقدروا تعملوا ده، تقدروا تعملوا الكلام ده، ولو ما كنتوش تقدروا ما كناش احنا هنقول لكم الكلام ده. عشان كده رجاله مره ثانيه الف الف مبروك، وانا متاكد ان نوعيه اللعيبه اللي موجوده دي عارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين قدر النادي الاهلي وعارفين ازاي هيظبطوا نفسهم. نخلص خلاص من اليوم ده، يخلص بكره يوم جديد، بكره بطوله جديده، بكره امل جديد، بكره تاريخ جديد هيتكتب. وده بقت مسؤوليتكم وده قدركم. اسعادكم ومهوركم ده اللي انتم شفتوه في مصر، الكلام ده ما حصلش من سنين. البطولة دي غايبة من سنين. اللي شفتوه امبارح في كل محافظات مصر هو ده النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. وهو ده مصدر السعادة. عشان كده انتوا مطالبين انكم تسعدوا جمهوركم دايما. مطالبين بده وانتوا تقدروا تعملوا ده. وانا تاني بشكركم جدا كمان مستر موسيماني وكل التيم بتاعه. عايز الحقيقه اقول لكم حاجه يمكن ما قلتهاش خالص قبل كده. لما فكرنا في مستر موسيماني اللجنه بتاع التخطيط، انا الحقيقه كنت بكلمه وعرضت الموضوع على اللجنه. فقلت له مهمه صعبه. عمرو تعالى جنبه ترجم لي. يمكن انا لما اتكلمت مع مستر موسيماني الفكره جت. خلي بالك من النادي الاهلي كلنا بنشتغل مع بعض سواء جوه النادي ولا بره النادي. يعني في مثلا قيمه كبيره موجوده كانت معانا زي كابتن طه اسماعيل. كابتن طه اسماعيل انا برضه بعد ما قعدت مع اللجنه ووصلنا للمفهوم ده جبت كابتن طه وقعدت معاه وكلمت معاه، كان برضه مرحب جدا بوجود مستر بيتس وموسيماني. لما كلمته قلت له الظروف صعبه، انت جاي في ظروف صعبه، انت تعرف لعيبه الاهلي كويس وتعرف لعيبه افريقيا كويس وتعرف الملاعب اللي في افريقيا كويس وتعرف الجو الافريقي كويس، ده كله بالنسبه لنا هيبقى هسهل مهمتك، لكن المهمه صعبه جدا لان حجم النادي الاهلي كبير جدا وحاجه قيمه كبيره جدا وداخل على نهاية الدوري وداخل على كمان أدوار نهائية في بطولة أفريقيا. الرد الأولاني منه طمني. قال لي يا كابتن أنا جاي وعارف ده وأنا جاي عشان البطولة دي. بالظبط كده، قال لي أنا جاي عشان البطولة دي وجاي عشان كأس العالم للأندية. وأنا إن ألعب إن أشتغل في النادي الأهلي ده بالنسبة لي أنا عارف قيمة الأهلي كويس جدا. فأنا بشكره لإخلاصه في عمله، هو الاستاف بتاعه كله إخلاصهم في العمل، وإنهم بسرعة جدا اندمجوا وبقوا جزء من النادي الأهلي وبقى بيعرفوا يعني إيه حب النادي الأهلي، مش بس كلام، شغل. الناس بتشتغل زي ما اللعيبة بتشتغل. عشان كده أنا بشكر اللعيبة جدا لأنهم كلهم بيشتغلوا بحب، كل واحد فيهم بيشتغل بقيمة وبحب للنادي الأهلي وهو عارف هو موجود فين؟ موجود في أي مكان. النادي الأهلي هو بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هو اللي بيصنع اللعيبة. مفيش لعيب بيصنع النادي الأهلي. هو اللي بيصنع اللعيبة. هو اللي فضله على كل اللعيبة. من يوم ما اتنشأ النادي الأهلي لغاية النهاردة من 1907 أي اسم شهرة السبب فيه النادي الأهلي. مش أنا بطل الأبطال. لا. النادي الأهلي. اي واحد مش في النادي الاهلي ما اعتقدش انه ممكن يصل لهذا الامر. عشان كده مره ثانيه بهنيكم، وبرده مش عايز الحقيقه انسى مستر فايلر مدير الفني السابق ودوره في بطوله افريقيا وبطوله الدوري العام. هو ده النادي الاهلي يا رجاله. خلاص النهارده خلاص. جزيك يا محمد انت ربنا يجازيك، يعني مش عارف ادعي عليك يعني ولا ايه؟ زفه وبتاع، يا عم احنا في ألف مبروك يا رجالة. بكرة يوم جديد، بكرة يوم جديد وتاريخ جديد هيتكتب.
ربنا يوفقكم باذن الله، ووفقنا جميعا لخدمه جماهير واعضاء النادي الاهلي. بشكركم جدا. الله يسلمك. مبروك. الله يبارك فيك. لفت نظري الحقيقه ان في كلمه كابتن محمود الخطيب قبل ما نطلع للفصل انه النادي الاهلي هو اللي بيصنع اللاعب مش العكس. احنا النهارده معانا واحد من ال11 الابطال، ابطال النادي الاهلي وقاره افريقيا، اللي الحقيقه كان يعني هو دينامو وسط الاهلي يا جماعه، له صولات وجولات يعني وسط الملعب اللي بنرحب بيه. كابتن حمدي فتحي الف 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 مبروك. الله يبارك فيك. طبعا مبروك لنا كلنا، وبشكرك على المقدمه الجميله دي، ومبسوط ان انا موجود معاكم النهارده. مبروك لك. خليك. الله يبارك فيك يا كابتن هاني، ومبروك لنا كلنا الحمد لله. مبروك علينا كلنا. وزي يمكن سما بتقول يعني هي كانت بطوله صعبه جدا بالظبط، ودايما حلاوه الفوز من البطولات الصعبه. وطبعا احنا طبعا بنرحب بيك المره الثانيه او الثالثه في بيتك، في البيت في البيت الكبير. وعايز طبعا الناس عايزه كمان حمدي عايزه تعرف احاسيس اللعيبه اثناء المباراه كانت ازاي. وخلينا نتكلم قبل المباراه اتكلمنا عليها، لكن عايز اخدك للجزئيه ديت. الاستعداد كانت ازاي على المستوى النفسي؟ كنت بتفكروا في المباراه ازاي قبل واثناء المباراه بشكل مباشر؟ وبعدين طبعا بعد المباراه كلنا عارفين يعني وشفنا قد ايه كانت فرحه، لكن نعرف منك ازاي اشتغلتوا وازاي كان الاستعداد للمباراه كبيره زي ديت. والله يا كابتن احنا كنا بنفكر في الماتش من فتره كبيره، يعني حتى احنا رجعنا المنتخب استعدينا، دخلنا على معسكر تقريبا على طول. في توجو برده كابتن، فربنا يخليك يا رب. دخلنا معسكر، فاحنا عموما كنا كل شويه بنقعد مع بعض في المعسكر، وقفلنا على نفسنا بصراحه ان احنا لا يعني احنا ما قدمناش حاجه غير ان احنا ناخد البطوله. يعني احنا كنا بنقعد مع بعض كده كلنا بنسرح ونبص لبعض. حتى وانتوا راجعين في الطياره في المنتخب طبعا كنتوا بتكلموا بعض، انتوا راجعين على بطوله كبيره يعني. حتى كلامكم مع بعض كان حتى قبل الانضمام للمعسكر كنتوا اكيد بتتكلموا مع بعض على المهمه، وانا في اعتقادي ما كانتش مهمه سهله. يعني طبعا كل الاحترام لنادي الزمالك، قدم مباراه كبيره، بنقدم له طبعا التحيه لان نادي الزمالك فعلا يعني يستحق التحيه على المباراه الكبيره اللي عملها. لكن طبعا زي ما بنقول ان النهايات يعني بتحسم ولا تلعب بمعنى اصح يعني. الحمد لله في الاخر البطوله في النادي الاهلي يعني بالزبط. احنا مستعدين بقالنا فتره وكنا مركزين على البطوله دي بالذات، ان يعني احنا ما كانش قدامنا هدف لا لازم ناخد الكاس يعني، فعشان نفرح جمهور النادي الاهلي. كانت غايبه بقى يعني غابه بالها كتير عن جمهور النادي الاهلي، وكان يعني انت كابتن هاني كل ما تمشي في الشارع لا يعني انت ما حدش بيكلمك الا بطوله افريقيا يعني. صحيح. حتى صحيح. الناس كنا بنستغرب ان احنا في المنتخب لا مش عايزيننا نلعب ماتشات المنتخب، الجمهور ان هو خايفين على البطوله ازاي، وخايف حد يتصاب حد يتعور. لا يعني احنا الحمد لله يعني احنا بص يا كابتن يعني احنا ما كناش في الماتش امبارح الاحسن، بس الحمد لله يعني الفرق الكبيره بتعرف تكسب وهي برضو ايه مش الاحسن يعني. طب الحمد لله. ده حوار مفتوح ومن القلب، واحنا هنا بنحتفل وكل حاجه طبعا، وده حقنا وحق جماهير النادي الاهلي طبعا الكبيره. بس عايز اسالك بصراحه بامانه، هل في لحظه من اللحظات او توقيت في المباراه خلال الماتش حسيت ان البطوله ممكن يعني الحمد لله طبعا ممكن ما تبقاش اهلاويه؟ اكيد يعني. انا بصي انا امتى انت تقول امتى وانا اقول لك امتى؟ قول لي حسين الشحات وانا هقول لك ايه. فرصه حسين الشحات اللي جت العرض، فرصه حسين الشحات اللي ضيعها. بص انا انا عن نفسي انا ما كنتش عارف افكر خالص، وحاسس ان قلبي هيقف زي ما مش عارف اعمل ايه بقى والله بجد. فانا قلت بقى ربنا يستر، فاحنا نقف كويس ان احنا انا برضو يعني بعدها كنا احنا ماسكين الماتش في الاخر شويه في الاخر، فحسيت يعني في الاخر يعني انا بقول لك وانا بتكلم معاك انا كنت لعيب في الملعب، ولما في فرصه كبيره قوي كده بتضيع انا متاكد ان احساس اللعيبه بيجي لها يعني دي كمان من لعيب للعيب. في لعيب وتفتكري معانا مثلا لحظه محمد صلاح وجون الكونغو لما تعدت في الدقيقه 90، رد فعل صلاح كان محبط جدا لمده نزل وقام وفي ثانيه الاول عارفه ليه بقى؟ لان بيوصل لاحساس اللعيب ان كل حاجه ضاعت او احنا خلاص المباراه مش بتاعتنا. لكن اللي بيفرق اللعيب عن اللعيب، ويمكن ده كمان في النادي الاهلي حصل بشكل جيد، ان التوقيت هياخد منك قد ايه، ان الصدمه دي هتاخد منك قد ايه بالظبط. فده الجزء يعني كلنا كجماهير طبعا بعد طبعا، وحسين الشحات بتحصل يعني خلينا نتكلم بكل امانه بتحصل، لكن في توقيت صعب قوي احنا بالظبط يعني احنا هو
ما كانش موافق بصراحه حسين في الكره دي عموما، فالحمد لله في الاخر يعني في جون قفشه طبعا في الاخر، وجي في وقت صعب وقت صعب جدا، وجي برده بعد تعب. لا يعني البطوله لا يعني لها طعم تاني يعني الحمد لله يعني في الاول وفي الاخر. قبل المباراه بقى وانت يعني يمكن انتوا قعدتوا في معسكر مغلق تقريبا 5 ايام بعد ماتش ابو قير ماتش الكاس، كلمني عن استعداداتك، انت كنت بتعمل ايه في الاوضه يعني لما كانت مثلا خلاص محاضره كوتش موسيماني تخلص المحاضره تخلص، انت بقى بتعمل ايه مع نفسك؟ بتقعد مع مين قريب منك في الغرفه تتكلم معاه، تتخيل المباراه شكلها داير ازاي، كنت بتعمل ايه؟ احنا عموما كنا احنا يعني في المعسكر مثلا لو في وقت ما بين الغداء او الفطار او غدا ومع التمرين كلنا بنقعد مع بعض بصراحه، يعني كلنا بنقعد مع بعض كده في الاوتيل بنقعد نتكلم مع بعض، حتى احنا يعني ساعات ما بنتكلمش عن ماتش، ان احنا بنطلع نفسنا بقى من جوه الماتش شويه فبنفضل بقى نهزر وبنضحك بس خلي بالك بيبقى كمان انك تطلع نفسك من الشحن والضغوط، حتى بعض المدربين يقول لك ما حتى ما تتكلموش، يعني احنا بنتكلم في الكوره كتير، اتكلموا في اي حاجه، اتكلموا في حياتكم، اتكلموا هزروا، واحنا في المعسكر يا كابتن ما بنقعدش لوحدنا كتير يعني احنا كلنا بنقعد مع بعض يعني احنا الحمد لله الجيل ده كله بصراحه كلنا قريبين من بعض. قلت برده في المقدمه 11 لعيب، لا الفرقه كلها بصراحه طبعا الفرقه كلها باللعيبه المصابه لا يعني احنا كلنا يعني الجيل ده بصراحه ما شاء الله احلى حاجه اللي احنا كلنا قريبين من بعض يعني بس هو ده اللي وصلنا ان احنا خدنا البطوله. يعني انت كحمدي فتحي ما بتقعدش قبل المباراه بكذا يوم او يوم المباراه تتكلم عن الماتش ولا يعني ما تخشش في تفاصيل؟ لا بنتكلم بس مش طول الوقت بنتكلم عن الماتش، اكيد بنتكلم وبنبقى مركزين، حتى احنا لو قاعدين مثلا مع بعض في وقت مثلا بنتكلم عن ماتش لا بنركز، مثلا في وقت محاضره لا بنركز الكوتش عايز مننا كذا بالظبط لازم يعني لازم عموما الكابتن هاني عارف يعني لازم يعني انا كمان هتكلم معاك في النقطه دي، لكن معانا برضو تقرير طبعا عن الكابتن الكبير اللي موجود معانا وكان احد اسباب الحصول على البطوله من خلال مشوار طويل. احنا ما بنقيمش لعيب على مباراه، حتى يعني حسين كان مش موفق مثلا في مباراه لكن اللي كان ليه دور كبير جدا، تفتكروا الهدف الرائع بتاع الوداد وتفتكروا اهدافه الجميله، فمش عايزين يبقى الناس بس بتفتكر اخر لحظه. يعني حمدي فتحي من اللعيبه المميزه جدا 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 خلال مشوار البطوله، كمان حسين الشحات ما ننساش يا جماعه الكلام دوت، لان ما تاخدوش الاخر لقطه في البطوله، البطوله مشوار طويل، البطوله قعدت اكتر من سنه، فهنشكر كل الناس اكيد وطبعا لكن اكيد يعني واحد من العناصر المهمه اللي بيحصل ما بين كابتن حمدي فتحي وما بينها انسجام كبير كابتن عمرو السوليه وديانج اللي غاب عن المباراه، لكن ليه كان يعني يمكن رساله كده خاصك بيها انت وقال لك اخي العزيز اثق بك، كلمني عن الرساله دي اللي بعتها لك، ايه موضوع الانسجام اللي بينك وبين ديانج تحديدا؟ بص احنا عموما احنا ثلاثه قريبين من بعض جدا، يعني كان انا وعمرو، بس انا وعمرو اكتر يعني عشان مصريين فقاعدين مع بعض على طول قلنا الكلام ده في اي حته قاعدين مع بعض يعني بس انما ديانج بصراحه الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس جدا يعني، وانا بتمنى له السلامه طبعا وانه يرجع بسرعه، وبصراحه كنا مفتقدين انه هو لازم يبقى كان لازم يبقى موجود معانا هو كابتن وليد سليمان طبعا وصالح جمعه يا رب ان شاء الله. لا هو الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس جدا يعني انا بتمنى له يرجع بالسلامه وان شاء الله يكون اضافه الماتشات الجايه كله من ديت. هاخد كلامك برضو حمدي وخلينا احنا بنتكلم طبيعي جدا، انت لو كان ديانج موجود انت تعتقد كنت هيبقى ديانج وعمرو السوليه مظبوط؟ اول ما شفت او عرفت ان ديانج خلاص مش هيبقى موجود قلقت؟ يعني انت دايما بيكون في تحضير او في لعيب بيبقى ايه محضر نفسه ان هو انا كده كده بره الملعب فهعمل حسابي ان انا اكون التفكيري ان انا اول ما هنزل هعمل كذا كذا كذا، يعني ما بيفكرش في المباراه من الاول، يعني وانت بتتخيل المباراه دايما لو انت حاسس او متاكد انك هتلعب بره انت بتفكر لما هتنزل هتعمل ايه، ومن خلال رؤيتك وانت قاعد في الملعب بتبص انت كمان يا حمدي انت لعيب كبير عارف وانت قاعد بره وخاصه في المباريات الكبير بتبقى وانت نازل خلاص حافظ الملعب هتحرك ازاي، ايه مناطق القوه والضعف بتتحرك عليها. لما عرفت انك هتبدا بدات مش هقول لك تقلق لكن بدات تعيد تفكيرك تاني في طريقه لعبك في طريقه ادائك ولا الموضوع كان بالنسبه لك عادي؟ والله كابتن بص انا تفكيري ان انا هلعب
يعني انا حتى لو اقعد احتياطي لا بتمرن كويس طبيعي لا و... ملهاش علاقه بالظبط ان انا مثلا حتى ولا الكوتش ما يوجه كلام لا بيوجه لنا كلام احنا الثلاثه حتى في التمرين بيغير ما بيننا ان هو لا يعني احنا الثلاثه ممكن اتنين يلعبوا او انا مش هلعب بره لا ببقى قاعد مركز ان انا في اي وقت هنزل يعني بس لا بس لا مش ده سؤالي برضه حمدي انت استقبلت يعني انت انت كنت متوقع ان ديانج هيبدا صح بالظبط لما عرفت ان ديانج خلاص وانت هتبدا بدات تقلق اكتر بدات تركز اكتر بدات تعمل حسابك للمباراه اكتر ولا كان الموضوع بالنسبه لك عادي لا والله كان الاول كان عادي عشان انا كنت مركز من الاول طبيعي. بصراحه كنت مركز ان انا حتى لو ما لعبتش في اي وقت هنزل يعني بس وكنت مركز اكتر ان احنا ناخد البطوله مش أكيد. في دماغي ان انا بص يا كابتن ان اي حد يلعب بصراحه والمنافسه بصراحه كلها لمصلحه النادي اكيد وكان احنا الثلاثه اي اتنين فينا موجودين او واحد لا يعني احنا اهم حاجه كان في دماغنا بصراحه البطوله يعني بس فانا عموما لا كنت مركز جدا ان انا حتى لو انا كنت احتياطي كنت هنزل كان هيبقى ليا دور يعني اكيد بس اكيد والتقرير كان بيتلعب كنت بتقول انا بفهم ايمن من عينيه بفهمه بسرعه ليه كده ليه بتقول كده ليه قلت كده لا ايمن بيبان عليه قبل الماتش بيبان عليه بيبان عليه قبل الماتش بثلاث ايام مثلا يبان عليه بالظبط عشان نبين الموضوع برضه عشان الساده المشاهدين يعرفوا احنا كنا بنتكلم من انا كنت بكلم حمدي في الفاصل قلت له انا يعني ايمن اشرف كان متفوق جدا وعمل مباراه كبيره فحمدي قال لي انا كنت عارف كده وانا بعرف ايمن من نظراته يمكن قبل المباراه حمدي بيقول بقى قبلها بثلاث ايام ازاي يعني بيبان عليه بيبان لا هو ايمن بيبقى مركز جدا قبل الماتش بثلاث ايام عموما ما بيتكلمش مع حد خالص بيدخل لوحده كده هو طالما بص لما انا ابص له مثلا ويبرق لي كده خلاص ايمن خلاص ايمن خليه يبرق على طول ارجوك خليه يبرق لك معناها انه بقى مركز يعني اندمج مركز خلاص بقى بس هو كل واحد وبيمسك السبحه خلاص والله فتى تقول له ايه بقى يبقى انت بقى ايه لا بصراحه ماتش كبير هو ياسر ابراهيم هو كله بصراحه ماتش كبير بس يعني انا في اعتقادي كان من افضل الناس الموجوده في الملعب طبعا بجانب ياسر وايمن قاموا بدور كبير جدا كل اللعيبه عملت الدور لكن كان واضح وده هياخدنا لحته ثانيه ان نتكلم على حسين ويمكن انا قبل الفاصل قلت ان احنا ما ننساش مشوار اللعيب حمدي ما ناخدش اللقطه الاخيره بالزبط. كلنا وكلنا كنا يعني زعلانين من حسين قوي لكن الناس ما تنساش دوت واعتقد انتوا كمان كلعيبه بتفتكروا الكلام دوت يعني خلاص لحظه لعيب ضيع فرصه في لعيبه بتضيع ضربه جزاء فالموضوع بالنسبه لكم كمان كان عامل ازاي في الملعب اشرح لي برده الجزئيه دي وازاي لميتوا حسين كمان جت فتره كان كله زعلان من قفشه مثلا ما شاء الله الثلاث ماتشات الاخرى قفشه لا يعني بصراحه نجم الفرقه في الثلاث ماتشات يعني ده حقيقي بصراحه يعني بالظبط نفس الموقف لحسين وخلي بالك حسين برده عشان الناس برده ما تنساش حسين لسه راجع من اصابه صعبه يعني حسين تقريبا ما عملش فتره اعداد ما عملش فتره اعداد لما رجعنا بعد كورونا فيعني كتر خيره يعني كتر خيره ان هو واقف على رجله ان هو بيلعب الماتشات 90 دقيقه ومش معنى انه ضيع فرصه او حاجه لا يعني حسين على مدار الموسم ما شاء الله يعني ماشي بشكل كويس جدا يعني بس يعني مع نهايه الشوط الاول كان في تراجع للاداء شويه كان في ابتدى يعني يمكن يعني نوع كده من التفكير في الملعب يعني شفنا ده كويس بس ايه بين الشوطين كان موسيماني قال لكم ايه يعني كان ايه تعليمات موسيماني اول حاجه اتقالت لكم بين الشوطين بص يا مستر موسيماني ادانا تعليمات خفيفه يعني ادانا حاجات خفيفه و خدتوا دش سخن انا عارف ما اتحكى لنا عشان خدتوا دش امبارح الشناوي قال لي اداكوا دش سخن كان فعلا عنده حق لا لا عنده حق بصراحه صح. عنده حق وكلنا بنحترم الشناوي جدا طبعًا. يعني وبنسمع كلامه يعني بس هو بخاف منه تعملوا له حساب تعملوا له حساب طبعا بتحترموه وبخاف صريح قوي لا هو كان وقت طب احنا قبل ما نكمل حوارنا معانا طبعا تليفون صديقه الفنان محمد عبد الرحمن حبيبي صديق حمدي فتحي مساء الخير يا فنان مساء النور عاملين ايه ايه الاخبار الحمد لله تمام اخبارك انت ايه الحمد لله تمام الف مبروك طبعا نادي الاهلي ومبروك علينا كلنا والف مبروك ليكم ومبروك يا حمدي ومبروك كابتن هاني ومبروك تهام ومبروك كل تيم النادي الاهلي مبروك يا محمد اتفرجت على الماتش فين اتفرجت على الماتش في المكتب لوحدك ولا كان معاك حد لا كان معايا ناس صحابي كنت مجمعهم بس انا عارفه ان انت بتشوف الماتش ده مع يعني اصدقائك الزملكاويه برضه
ما هو للاسف اسس مرضيش يجي يتفرج معايا بقى. قول لي قبل الماتش كنت بتتكلم في ايه؟ كنت ايه بقى شعور اكيد القلق طبعا والتفكير كنت بتتكلم في ايه مع اصحابك؟ ايه اللي كان بيحصل؟ احكي لنا. والله العظيم قبل الماتش انا كان عندي حاله استهلال. اه والله كلنا ما بتكلمش والله العظيم وماشي سرحان. عماله تقول لي في ايه؟ اقول لها خير خير ان شاء الله وحاله عجيبه كده عمرها ما جات يعني بس الحمد لله الحمد لله وعمال اسمع اهلاوي انا والفخر ليا طول ما انا ماشي اهو. طب تقول لي يا حمدي طبعا هو حمدي قدامنا ويعني قدامك بعد اكيد انت اكيد بعد المباراه طبعا باركت له لكن عايزين نعرف برضو الاجواء ما بينكم قبل المباراه كنت بتكلموا كان استعداده ازاي بعد المباراه يعني احكي لنا برضو يا حمدي وكنت بتتكلموا مع بعض ازاي. لا انا بصراحه على المستوى الشخصي انا بحبه جدا يعني وعلى طول هو بيكلمني وبيطمن عليا وعلى تواصل على طول كلمني بعد الماتش بارك لي وكنا قاعدين من بنهزر ونضحك مع بعض يعني على الماتش وكده يعني. اه طبعا حمدي بسم الله ما شاء الله من الناس اللي فرقوا امبارح والله العظيم اكيد يعني اكيد عشان احنا اصحاب او حاجه لكن بجد كل الناس بتقول كده. الله اكبر يعني حمدي امبارح كان من الناس اللي فارقين جدا وكانوا شايلين الحته اللي ورا هو طبعا والفرقه كلها طبعا بس حمدي من الناس المتميزه هو وياسر ابراهيم وايمن طبعا طبعا واحنا دايما لما نتكلم حتى تحديدا عن حمدي دايما نقول من اللعيبه المقاتلين في الملعب الحقيقه لكن عايز اسالك بقى عن فكره ان انت بامانه كده بجد يا محمد كنت متوقع ان التسعه السنه دي في الاهلي السنه دي الصراحه كنت خايف ايه كنت خايف كنت خايف قلقان طبعا كان ايه اكتر حاجه قلقاك؟ بصي هو احنا انا واثق في التيم عندنا بس احنا مرينا بظروف وتغيرات كتير قوي في فريق النادي الاهلي لكن الزمالك مستقر كلاعيبه يعني احنا حتى عندنا روتيشن اكتر من الزمالك، الزمالك مستقر كلاعيبه بقاله فتره اللي بيتغير عندهم ممكن المدرب بس هم خلاص اللعيبه حفظوا بعض يعني المدرب اللي هيجي هيدوب وسطهم عنده بقى تكتيكس عنده الحاجات دي هيتعلموها طبعا منه الفريق وهيعيش معاهم لكن احنا عندنا بسم الله ما شاء الله اللعيبه كلها كانت مصابه وحد يرجع ماتش ويتصاب بعد كده ربنا يقوم كل المصابين بالسلامه يا رب يا رب وما صدقنا جالنا موسيماني برده بدانا شويه نشم ريحه التكتكس يعني والحاجات دي في الملعب فكنت قلقان لا الزمالك كان متماسك جدا وعندهم يعني لعيبه حلوه بسم الله ما شاء الله قدامهم يعني بس ده خلى الفرحه كمان جميله يا محمد يعني انت احنا كلنا يعني انا 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 يعني بميل لجزء من اللي انت بتقوله لان جماهير النادي الاهلي مش هوصلها درجه الخوف لكن لدرجه القلق يعني كنا قلقانين وخلينا نتكلم القلق برضو جاي من ان المباراه تاريخيه ان اول مباراه على المستوى الافريقي تبقى في مصر ما بين فرقتين من نفس البلد ان المنافس بتاعك كمان نادي الزمالك ان نادي الزمالك كسبان 3-1 في المباراه يعني كل الاجواء ديت كانت بتدي نوع من انواع القلق شويه لجماهير النادي الاهلي وجنب القلق ده كان عندنا ثقه في اللعيبه والحمد لله النادي الزمالك عمل مباراه جيده على المستوى الفني كلنا بنعترف بكده النادي الاهلي اعتقد من المباريات القليله فنيا شويه خاصه في تاريخ موسيماني لكن المباريات اللي زي ديت يعني النهائيات بتحسم النهائيات بتكسب ولا تلعب يعني فده كمان يعني يطمنك كمان ان النادي الاهلي في الاوقات الصعبه مهما احنا كنا قلقانين لكن بيفرحنا يعني طبعا هي فكره برضه يا كابتن طبعا الكلام اللي قلته صح جدا بس فكره كمان ان فريق بيعرف ياخد بطوله يعني الاهلي بيعرف ياخد يعني الحمد لله يعني فدي الفكره احنا بنعرف نلعب لعب نهائيات بنعرف نلعب لعب بطولات ده الحمد لله اتربينا عليه في الاهلي يعني انا بتكلم كلاعب بقول اتربينا عليه لا انا اتربيت عليه كمشجع يعني ان الاهلي بيعرف يحسن صحيح صحيح وحمدي قال الجمله ديت انك الفرق الكبيره حتى وانت مش في مستواك بتكسب يعني ما بتخسرش يعني دي جمله كمان بنسمعها واحنا لعيبه المدربين كانوا بيقولوا لنا كده حمدي برضو بيدونا الثقه لو انت حاسس في الملعب انك لسه مش فايق ممكن طبيعي يعني الكوره مش تبقى ماشيه معاك بالظبط يعني بالظبط فدي نقطه تعرف تكسب يعني تعرف تقف ازاي وتعرف تكسب يعني ما تفتحش خطوطك لا يعني الحمد لله يعني احنا بنعرف نعمل كده يعني ما عزمكش على حاجه طبعا والله ده هو اللي
قدرت بقى انا اللي لا هقوله من نفسي كنت هقول كده انت بقى ما وعدتوش مثلا يا حمدي بعد ما تكسب المباراه دي والله لعزمك عندي في اي مكان في العربية في العربية عربية ايه دي التاسعة يا محمد عربية ايه هتعزمه على ايه قدامنا دلوقتي انا اللي عازم طبعا امال ايه ده هدية تقدمها انا اللي عايز انا انت اللي تعزم ان شاء الله انت تكسب وتعزم ان شاء الله لا هو اللي عليه يعزمك المرة دي ماشي دي التاسعة يا محمد لازم ادبسه هو بعد الكاس ان شاء الله خلاص يبقى دي اللي هتعمل يبقى حمدي هيعزمك المرة دي وان شاء الله بعد ما ناخد كاس مصر باذن الله لانها كمان بطولة في الحسبان وانت عارفين وهكلم حمدي في النقطة ديت ان النادي الاهلي بيقفل على طول يعني ما بنفضرش يعني تاخدنا الفرحة بنفرح ونتبسط على المستوى الجماهير لكن حمدي بدايه من النهارده كان عنده تمرين بكره وعندنا مباريات كاس وعندنا السوبر الافريقي وعندنا يعني اجنده كمان كبيره جدا عشان البطولات تستمر يعني فوعد خلاص من حمدي انا ادي الكابتن حمدي عناية حبيبي والله تسلم عيني حبيبي تسلم والله ربنا يخليك كفايه فرحونا الفرحه بتاعتك والله الحمد لله مش مصدق الحمد لله والله الحمد لله يا رب يعني فرحه طبيعيه صح كانت بقى لها كتير غايبه كمان مش هلخبط في الكلام ما تخافوش زي المره اللي فاتت لا يعني احنا لا عايزين نفرح بقى بالمره اللي فاتت احنا بقى يعني فرحانين وان شاء الله الفرحه يعني ان شاء الله تستمر ان شاء الله باذن الله طبعا للنادي الزمالك طبعا أكيد. نادي كبير لعب مباراه طبعا من اهم مبارياته اكيد في تاريخه واكيد كان حلمه انه يوصل للنهائي ويتوج بالبطوله ولكن هي دي الكوره مكسب وخساره عايز ارجع تاني برضو للمشوار الصعب ده والطويل شكرا ليك يا محمد محمد عبد الرحمن شكرا جزيلا ليك يا محمد دايما منورنا بصوته هو وبيومي فؤاد واحمد فهمي المشوار كان صعب في البطوله خاصه يمكن المباريات الاصعب الهلال السوداني في السودان جنوب افريقيا مؤازره يعني لما تطلع من شخص بحجم وقيمه كابتن محمود الخطيب اكيد بتبقى مؤازره من نوع خاص كلمني عن كلام كابتن محمود الخطيب مؤازرته ليكوا مجلس الاداره كانت شكلها عامل ازاي بصي هو كابتن محمود الخطيب في يعني طبعه هو ما بيتكلمش معانا كتير يعني هو لما بيجي يتكلم معانا بيتكلم معانا في مواقف مثلا قليله قوي ان انتوا لا انتوا لعيبه كبيره انتوا احسن لعيبه موجوده في مصر وافريقيا لازم تثقوا في نفسكم اكتر من كده بس يعني هو بيتكلم معانا في اوقات مش على طول بصراحه يعني بس هو بصراحه على طول في ظهرنا يعني حتى هو لو مش موجود لا على طول في ظهرنا يعني بس هو المشوار كان صعب بصراحه من الاول صحيح. فاحنا تعبنا يعني تعبنا من اول ماتش في البطوله عشان كده ربنا كرمنا في الاخر ايه بقى اهم صعوبات اللي واجهتكم من اول المشوار في البطوله لحد حسم اللقب امبارح والله بص الماتشات كلها صعبه يعني انت من اول دوري المجموعات لا الماتشات كانت صعبه يعني انت عندك لا الهلال في السودان كان ماتش صعب جدا ماتش الترجي او كان صعب جدا الترجي او النجم الساحلي النجم كان صعب جدا هناك يعني احنا عملنا ماتش كبير بس كان مطرود مننا واحد بس عملنا ماتش كبير وخسرنا وطبعا ماتشين السان داونز دول اللي فرقوا معانا جدا يعني بس دول اللي خلونا بصراحه يعني خلونا خلاص يعني احنا بتفكيرنا هنعدي صن داونز احنا هناخد البطوله خلاص يعني هنحسن. انا اعتقد كمان ماتشين الوداد بالمستوى اللي انتوا اديتوه كمان ادى ثقه للجماهير او طموح الجماهير ان البطوله دي هتبقى بتاعه النادي الاهلي لان بصراحه يعني كمان انا كنت قلقان من قبل ماتش الوداد اللي هناك لكن الاداء اللي اديتوه هناك والفوز الكبير وكمان الفوز الكبير هنا في مصر ادى انطباع ان احنا قريبين جدا 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 من التسعه يعني فده انا في وجهه نظر الشخصيه لكن انت الجزء اللي عايز اكلمك فيه اللي قلته يمكن لصديقك مع الفنان محمد قفلت الصفحه يعني ده بدايه كده اعتقد يبقى فرحته امبارح والنهارده كان في احتفاليه لكن استعدادات بقى ان شاء الله هتبقى ازاي وبرنامج التدريب هيبقى ازاي لغايه استعداد طبعا لمباراه نادي الاتحاد وبعديها كمان التفكير اكيد في مباراه السوبر الافريقي والله كابتن احنا اتمرنا النهارده يعني كنا بنتكلم على ماتش الكاس يعني فلا يعني انت عارف ان النادي الاهلي بيلعب على كل البطولات يعني انت عارف جمهور النادي الاهلي ما بي ماشي كان نفسهم برضو يعني بطوله افريقيا واحنا كان نفسنا ده حلم كبير يعني بس لا يعني هم برضو
بعد ماتش الاتحاد لما نوصل ماتش الاتحاد في الكاس، لا هيبقوا مطالبين ان احنا نكسب وان شاء الله في النهائي ناخد البطوله يعني. بس فاحنا مركزين بصراحه يعني، احنا خلاص احنا من بكره ان شاء الله خلاص مركزين في ماتش الكاس الجاي ان احنا نعدي الاتحاد ان شاء الله، وان شاء الله ناخد البطوله يعني باذن الله. باذن الله. ويمكن من المتوقع برضو انها تكون مباراه قمه ما بين الاهلي والزمالك يوم 5 ديسمبر. احنا كجماهير بنبقى مبسوطين بالمباريات ديت، وكمان كلاعيبه اعتقد مباراه كبيره بالنسبه لكم يعني. بالظبط. كل التوفيق طبعا. عندكم دلوقتي نفس يعني خلاص الروح المعنويه يعني في اعلى درجاتها. اكيد طبعا. اكيد يعني البطوله امبارح لا يعني ادتنا حافز كبير يعني. فان شاء الله الكاس يبقى من صالحنا، وعندنا برضو يوم 10 بعدها بخمس ايام السوبر كمان، السوبر الافريقي. السوبر الافريقي. فالشهر ده كله يعني شهر بطولات برضو. شهر الحسم ده. في 15 يوم يعني ثلاث بطولات ان شاء الله يعني يكونوا من صالحنا باذن الله. اكيد التركيز عالي. طبعا التركيز عالي. المباراه دي بالذات هي اللي ادت دوت يعني. انا دايما بتكلم ان المباراه دي هي اللي ادتك ان شاء الله ادفانتج ان انت تكون نص جاتن يا عامله زي ماتش يعني. انا فاكر ماتش السوبر احنا والزمالك 3-2 في كان في برج العرب. ايوه. كنا احنا خسرنا افريقيا وخدنا خدنا الدوري، كنا رجعنا كان فرق كبير ورجعنا خدنا الدوري. كان الموقف كان صعب جدا، وكان جهاز جديد برضو ستار فايلر احنا. عايزين نشكره طبعا عشان عمل مجهود كبير من اول الموسم. فاحنا كنا مركزين ان ماتش السوبر ده هو اللي وقفنا على رجلينا من اول ماتش في الدوري، عشان احنا خلصنا السوبر بعدها بيوم بدانا الدوري على طول. كسبنا السوبر عشان كده بدانا الدوري ما شاء الله، بقينا نكسب كل الماتشات وحسمنا الدوري، حسمنا الدوري من بدري يعني. فده الماتش يعني بطوله افريقيا كمان يعني. انت خدت بطوله افريقيا ساعات انطلاقه يعني. انت دايما بتبقى في نقطه او في مباراه معينه بتوصل لها وبتنجح فيها، بتبقى انطلاقه الانطلاقه بقى ان شاء الله باذن الله لفترات طويله من البطولات، نوع من انواع الثقه. خدت خلاص ثقه في نفسك والجماهير عندها ثقه فيك، وبتنزل بروح مختلفه. وبمناسبه الروح، وكانوا ماتشين الوداد كده، وكانوا ماتشين الوداد كده. لو كان النهائي اتلعب يوم 6 كان اكيد هتفرق بقى مع معنويات كل مرتفع. وخلي بالك يا كابتن هاني يعني، انت حضرتك بتقول ماتش الوداد بتقول خايف هناك. انا واحنا عموما احنا عموما والله بجد يا كابتن كانش عندنا شك ان احنا هنكسب هناك فعلا. والله بجد كانش عندنا شك. مثلا انا كنت متوقع 90% ان احنا هنكسب. جبت الثقه دي منين؟ والله ما لا يعني انتوا طبعا عشان بصراحه لا كان صعب يعني. خلينا نتكلم كان الماتش لا كان الماتش صعب، وكل الناس بتقول ان الماتش صعب. بس بصراحه يعني الجهاز الفني الجديد بصراحه، واللي انا شفته مثلا في التمرين والماتشات، لا يعني كان شكلنا كويس جدا يعني. بس حتى احنا كنا لاعبين ماتشات كويسه جدا قبل ما نسافر الوداد يعني. كنت تتمنى انه ما يتاجلش يوم 6 بقى. كان المفروض يتلعب يوم 6 نوفمبر. بس كلنا كنا عايزين 6 يعني. ايه كلنا كنا عايزين الماتش 6. كلكم كنتوا عايزين يوم 6. فحموتها كده. كنت خلاص يعني وصلت لمرحله ان انت عايزه. الحمد لله 6 من 27 ما فرقتش. انا قلت النقطه ديت كانت هتفرق جدا يعني. الحمد لله ان احنا يعني طبعا جاهزيه كمان. بس انت بتحس وانت لعيب كره انك مش عايز تكسر الريتم، مش عايز تكسر نغمه الانتصارات يعني. وده مهم جدا. ولما تحس يا المباراه اتاجلت فهتكسر الحته ديت وترجع تاني من الاول، فده كان القلق. وانا قلت يعني هوا بصراحه يعني. واحنا ربنا كرمنا برضو يعني. انت في تقريبا لعيبه الاهلي كلها لعبت في المنتخب. بالظبط يعني. السوليه لعب الماتش الاولاني، وانا لعبت الماتش الثاني، وايمن لعب الماتش الثاني، وقفشه نفس الكلام. فالحمد لله ان احنا كلنا وهاني لعب الماتش الاولاني. ان انت لو كنت قعدت فتره ما بتلعبش برضو كان الموضوع هيبقى صعب. طبعا احنا معانا دلوقتي صاحبك اللي بيبرق لما بيركز. ايمن اشرف، اهلا بيك يا ايمن، والف الف مبروك. اهلا وسهلا بك سهام، وطبعا بمسي على كابتن احمد رمضان. ايوه صوتك رايح. انا عارف صوتك رايح. انا عارف رايح ليه. اولا انا عارف الزعيق في الملعب عامل ازاي. سيبك من بعد الماتش كلنا صرخنا وزعقنا وفرحنا، لكن انا عارف يا ايمن سردباك، ولما يكون الامور مش ماشيه قوي انا عارف الصوت بيبقى عامل ازاي يعني. طبعا يا كابتن، طبعا بمسي على حمدي فتحي، من احسن لعيبه في مصر في مركز من الشخصيات المحترمه بره الملعب وجوه الملعب. لعيب راجل من اللعيبه الرجاله. طبعا يعني زي ما انت كنت بتقول كده كابتن هاني، ان احنا المدافعين ورا زي المر ما كانتش ماشيه كويس قوي الشوط الاولاني. فطبعا لازم بتحاول تشجع زمايلك اللي قدام وتشجعهم وتتكلم بصوت عالي. وطبعا الفرحه اللي بعد الماتش
بتبقى يعني بزياده شويه يعني بطوله غاليه. مش بزياده تستحقها يا ايمن، مش بزياده، الصوت بيروح بس. فلازم الصوت يروح وكل حاجه تروح الحمد لله. لا طبعا طبعا انتوا وانتوا قبل الماتش بكتير قوي بوقت طويل قوي عاملين حساب الجمهور وعاملين حساب يمكن الناس بره في الشارع كانت بتهتف ازاي، اكيد ده كان واصل لكم. يمكن حتى امبارح كان في اعداد قليله قوي وانا وحمدي بنتكلم، فبقول له انت ايمن يا حمدي كنت سامع الناس اللي عماله بتشجعكم بالرغم من العدد كان فعلا قليل، بس قال لي كنت سامع. انا جسمي كان بتتكلم، انا جسمي كان بيقشعر. اتكلم على الاحساس ده قبل الماتش. انا كلنا اتمنى ان الجمهور يرجع يعني. قبل يعني من ساعه ما طلعت من الناشئين لعبت فريق اول في كل كابتن بركات وكابتن ابو تريكه وكابتن فهد معوض وكل العظيم دوت اللي كان في النادي الاهلي. وبعد ما رجعت برضو شفت فترات الحزن على الجمهور بتبقى عامله ازاي وفترات الفرح بتبقى عامله ازاي، بالذات ان البطوله دي غايبه بقى لها 7 سنين عن الاهلي. طبعا الجمهور كان في اشد الاحتياج للبطوله ديت عشان يفرح، فالفرح بتاع الجمهور احنا كنا شايفينه من قبل الماتش ازاي هيفرح، ولا قدر الله لو حصل حاجه ازاي هيبقى حزين. فاحنا كان عندنا الهدف الاسمى بالنسبه لنا ان احنا نحقق البطوله دي للجمهور عشان نفرحهم يعني. مش متخيله او انت مش متخيله كابتن هاني يعني وانا راجع في الاتوبيس بعد الماتش كميه الجمهور اللي واقفه في الشارع والناس الناس اللي في الشارع والناس اللي عندي حتى في البلد في بلد الاهليه. فكل دوت الناس فرحانه مبسوطه بالنادي الاهلي، فدي حاجه احنا انا عن نفسي فخور بيها يعني. اكيد يا ايمن، ولسه كنت بتكلم مع حمدي هتكلم معاك في نقطتين بسرعه جدا. اولا هو قال لي انا عارف ومتاكد ان ايمن كان هيعمل ماتش عالمي، فبقول لي ليه؟ قال لي عشان كان بيبرق لي. فقلت له ماشي يعني، عايزين ايمن يبرق قبل كل ماتش ارجوك، فيعني ادينا تبرقتين ثلاثه كده قبل كل مباراه الله يخليك ايمن. لا يعني وانا لما بركز شويه مش ما بهزرش كتير، ما تلاقيني دايما. انا عارفك ايمن، انا عارف بتمسك السبحه، بيقول بتمسك السبحه بقى وتقعد يعني تعيش بقى كده. هم عاملين معاهده انا هو بيقول هو عامل معاك معاهده، نسمع المعاهده ايه يا حمد. لا انا عامل مع حمد معاهده كبيره. ايوه قول لي بقى ايه بنود المعاهده. بنود المعاهده سريعا قول لي. هو بيعمل لي قهوه كل يوم بصراحه واحنا في المعسكر. ماشي حلو. هو اللي بيعمل لك؟ اديني نمره واحد. مقابل ايه؟ مقابل حاجات كتيره هو عارفها. واحنا نحب نعرفها برضو. لا دي اسرار. ما انت داخل وانت امال قلت ليه؟ امال قلت يعني اسرار دوله دي. يعني عشان هو بيقول لك ليه؟ امال كشف عن المعاهده ليه يعني؟ ما هو اللي كشف عن المعاهده ايه؟ في حاجات تتقال وحاجات ما تتقالش. انا عارف يقول لي يتقال. نمره واحد القهوه، ايه تاني؟ لا هو بيعمل لي القهوه بيعملها نموذج يا كابتن، يعني هو جايب مكنه قهوه معاه. ايوه بيعملها نموذج، فلازم اروح انا قبل اي ماتش اروح عند الاوضه يعمل لي القهوه ونطلع المحاضره مع بعض. فالقهوه دي بتبقى دايما كده طقوس يعني، دي خلاص بقى طقوس عندك. ايوه طقوس. طقوس بيعملها حلو شكله. ايمن انت عايز المكنه قد ايه لك؟ بيعملها دبل حلو. بيقول لك لو عايز نفس الماشين او المكنه نفسها بتاعت القهوه يديها لك، بس ما اعتقدش انت لازم تروح عنده. لا 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 انا اجيب لك واحده ثانيه. حبيبي مين اول واحد كلمك بعد ما الماتش خلص؟ اول حد كلمني كان اخويا. ايه؟ محمد اشرف اخويا. محمد اشرف كان هو يعني انا محمد اخويا يعني فرحان يمكن اكتر مني. حبيبي في البلد شالوه في البلد واكن انا اللي بيشيلوه في البلد عندنا، اكتر من 3000 واحد كان تحت البيت عندي طبعا فرحانين. ده غير اللي مش عارفين يوصلوا. انا بشكرهم جدا الناس. بشكرهم على الهواء، بشكر بلدي واهلي واصحابي ان هم كانوا فرحانين وفخورين بيا، يعني انا فخور بيهم ان انا قدرت افرحهم. لا بس انت دايما كمان يا ايمن تستاهل كل خير بصراحه، عملت مباراه اكتر من رائعه، وزي ما بتكلم هي مش المباراه عشان مباراه كبيره ومباراه بطوله فالناس شايفاها بشكل مباشر، لكن المشوار لما بنقيس انا دايما بقيس مشوار اللاعب في البطوله، اعتقد انت من الناس اللي عملت مشوار طويل جدا ومشوار رائع في البطوله الافريقيه، فتستاهل طبعا كل خير. ومن الجزئيه دي سؤال اخير ليك، التوتر اللي حصل او انتوا شايلين
مش هقول الهم لكن شايلين ضغوط كتيره جدا ومسؤوليات كتيره جدا. ده اللي خلاكم يمكن في جزء من المباراه بدايه المباراه ما كانتش على المعهود بتاعنا ان احنا اللي بنبيلد اب من تحت واحنا اللي بنمسك والاستحواذ والقصه ديت. ممكن تكون ده هو السبب يمكن الغير فني شويه انه ظهرته بالشكل ده خلال الشوط الاولاني. والله يا كابتن يعني يمكن من الاسباب الرئيسيه فعلا زي ما انت بتقول احنا جبنا جون اول 5 دقائق، ففي لعيبه او يعني كلنا لقينا على الجون وحسينا ان احنا في تراجع كده، لكن احنا مش الطبيعي ان المفروض نعمل كده يعني. صحيح. احنا الطبيعي ان احنا نلعب لعبنا 90 دقيقه، هو ده النادي الاهلي. صحيح. لكن وارد طبعا ضغط يعني مش ضغط الجماهير، عايزين نفرح الجمهور بقاله البطوله غايبه بقالها كتير، فطبيعي يعني مش طبيعي، بس الامور كانت بالنسبه لنا كنا خايفين على الجون، فاللعيبه رجعت ورا شويه، اتضغطنا شويه الشوط الاولاني، لكن الحمد لله قدرنا نرجع بين الشوطين نتكلم مع بعض ونحفز بعض ان احنا لا يعني لازم نلعب لعبنا. وتقريبا الشوط الثاني يمكن افضل شويه افضل طبعا الاولاني. افضل كتير من الشوط الاولاني، قدرنا نوصل بكام كوره، وطبعا الكره بتاعت قفشه ديت الحمد لله نهت المباراه يعني. الحمد لله. أكيد. الحمد لله. الحمد لله. احنا بنشكرك جدا يا ايمن، انت برضو من اللعيبه المقاتله في الملعب، وواضح ده جدا ويعني بشده ما شاء الله. عمل 2 تاكلينج، كنت هجيبك من اوضه اللبس وانا قاعد في التلفزيون بتفرج عليك ما شاء الله يا ايمن. لا يعني يا كابتن انت اكيد ادرى مني يعني، التاكلينج دي بتبقى على شعره. ايوه صح. الثانيه ممكن تعمل فاول، صح، حد يروح الجون يعدي منك، فبتبقى على شعره لو انت مش ضابطها بالوقت المناسب. لكن الحمد لله في توفيق كبير من عند ربنا طبعا. بشكر ربنا وبشكر اللعيبه الرجاله، روحنا كلنا كانت يعني انا كنت حاسس ان احنا هنكسب، وكنا بنقول لبعض في الملعب ان احنا هنكسب، فالروح ديت هي اللي خلتنا نوصل فعلا ان احنا ناخد التاسعه. هي دي روح النادي الاهلي، ودايما دايما بالتوفيق ليك يا ايمن، وان شاء الله منتظرين بطولات اكتر واكتر باذن الله الفتره اللي جايه. يا رب. يلا شدوا حيلكم وشدوا حيلكم، ربنا يخليك. جود لك يا ايمن، الف مبروك. عايز ارجع بقى لقصه الاشاعات اللي روضت النادي الاهلي طبعا في الفتره اللي فاتت، قصه بقى لعيبه مش هتشارك، اصل محمد الشناوي عنده كورونا، اصل مشككين حتى يعني في فكره فوز الاهلي على الزمالك لمجرد انه نادي الزمالك كسب الاهلي في الدوري. فكلمني انتوا بقى ايه الحديث اللي كان بيدور ما بينكم بقى كلعيبه في القصه دي بالذات، قصه الاشاعات والتشكيك؟ والله احنا كنا بنشوف كتير وبنسمع كتير، انا طلعت كان عندي كورونا، والشناوي طلع كان عنده كورونا، هم الناس كلها يعني كانت بتشوف او عموما بيشوفوا صور من منتخب ان انا والشناوي كنا قريبين من مع بعض. مع بعض مع النني وكوكا شويه، فالحمد لله هم رجعوا بالسلامه يعني دلوقتي، فقالوا ان احنا عندنا كورونا يعني. بس فاحنا اتفاجئنا، احنا عملنا مسحه اللي احنا عملناها قبل بتاعه الكاف، فما كانتش لسه طلعت. اتفاجئنا كلنا ان احنا الشناوي عنده كورونا، والناس بتنزل ان حمدي عنده كورونا. الناس بقى اللي نزلت بقى مش نتيجه المسحه. مش النتيجه. بس فالحمد لله في الاخر النتيجه طلعت. ايوه كنت بتقلقوا يا حمدي يعني وانتوا بتسمعوا كده في المعسكر؟ لا كنت ناس، انت عارف ان كلام في كلام انت ما بتحطوش في دماغك وما بتفكرش فيه اصلا، انت مركز في حاجه واحده بس، الماتش. بصراحه يعني احنا كنا مركزين في حاجه واحده في المعسكر، الماتش. انا عن نفسي انا قبل الماتش 3 ايام قفلت كل حاجه، السوشيال ميديا. قفلتها انا قبل الماتش 3 ايام، قفلت كل حاجه صراحه. وكابتن سيد عبد الحفيظ كان موجود معانا امبارح، وكان هو قال الكلام دوت ان هو كل اللعيبه، واللعيبه ما اعترضتش يعني، في كان قرار كده ان انتوا تقفلوا، وانت من نفسك ساعات اللعيب بيعمل حاجه من نفسه. لا يعني انا من قبل ما يقولوا قبل كمان الكابتن سيد يعني انا قفلت كل حاجه بصراحه، قفلت السوشيال ميديا كلها، ما كنتش بدخل يعني على السوشيال ميديا. ليه بقى قررت كده يعني؟ قلت لنفسك ايه بقى؟ بس بص الكلام بيبقى كتير شويه قبل الماتش، وممكن حد يشتتك، ممكن حد الكلام السلبي كتير ممكن يهمد، الكلام الايجابي كتير ممكن يغرك. بالظبط، ان هو يخليك تثق في نفسك اكتر. لا يعني انا بصراحه ما انا فضلت ان انا ما اشوفش اي حاجه، ان انا فكرت ان انا ادخل الماتش ان انا مركز في الماتش بس. فالوقت اللي انا كنت ببقى فاضي فيه بنقعد كلنا مع بعض افضل، بس افضل بلعب على الموبايل بس، قاعدين كلنا مع بعض. كلم اسرتك طبعا تطمن عليهم. يعني انا بقول لك اسرتي طبعا ربنا يخليهم ليا طبعا، يعني هم على طول
على طول في ظهري و... دي قصة كبيرة، استنى هنرجع لها بعد الفاصل. يعني ايه في ظهره بعد الفاصل البيت الكبير؟ اهلا بحضراتكم مرة تانية، والنجم الكبير حمدي فتحي منورنا يا حمدي والف مبروك. وكنا بنتكلم بقى ان شاء الله على كمان الموتيفيشن وعن الحوافز اللي كانت قبل المباراة، خاصة كأس العالم للأندية. كأس العالم للأندية يمكن النادي الأهلي هو النادي الوحيد في مصر اللي يمكن اشترك في هذه البطولة أكتر، يعني أعتقد المرة الخامسة، خمس مرات. فالمرة السادسة بالنسبة لك تمثل إيه؟ وخاصة إن البايرن ميونخ بعت يمكن على تويتر امبارح بيبارك للنادي الأهلي وبيقول لهم منتظرينكم في مونديال كأس العالم للأندية في قطر. احساسك ايه وانت هتلعب على مولر وبتفكر في الموضوع ده من دلوقتي ولا لما يجي وقته يعني؟ لا والله مش دلوقتي، اكيد لما يجي وقته، بس احنا اكيد كلنا مبسوطين يعني ان احنا رحنا كاس عالم الأندية وهنلعب وهنقابل بايرن ميونخ ان شاء الله يعني. ان شاء الله. فان شاء الله لو قابلناه وبنعمل ماتش كبير باذن الله يعني، احنا واثقين من كده يعني. متاكد؟ واثقين والله من كده ان شاء الله. مولر يا حمدي. لا يا طيب ان شاء الله نعمل ماتش كويس. بس فاحنا كلنا بصراحه مبسوطين عشان الجيل ده كله يعني، تقريبا مفيش حد غير يعني سعد ورامي وكابتن وليد سليمان بالزبط. بس يعني بس ما فيش حد تاني راح كاس عالم انديه او خد بطوله افريقيا، مفيش غير الثلاثه يعني. فاحنا كلنا عندنا حافز كبير يعني ان شاء الله يعني. طبعا يبقى هدف اكيد اكيد. ان شاء الله. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن فكره بقى دعم الاسره، واكيد طبعا ليها دور كبير جدا في دعمك أزرتك كمان. كلمني عن الدور ده وازاي احتفلتوا بعد الماتش، اكيد كان احتفال على الطريقه الخاصه يعني. هم اول ناس كلمتهم بصراحه، كلمتهم في ستايم وقعدت احتفلت معاهم يعني، هم كانوا كلهم بيحتفلوا وانا كنت بكلمهم بصراحه. فانا بصراحه عايز اشكرهم طبعا على الهوا، عشان هم اكتر ناس يعني واقفين في ظهري يعني بصراحه، وكان دعم ليا وانا من صغري يعني. بس ويعني واهلي اهل المنطقه كلهم بصراحه يعني، انا من بستان مركز دلنجات بصراحه يعني، كلهم بيحبوني جدا وبيدعوا لي على طول يعني، غير طبعا مراتي طبعا يعني. ربنا يخليها لي واهلها يعني. بس فكلهم بصراحه في ظهري على طول. انت كاتب كتاب بس لحد دلوقتي. امتى الفرح ان شاء الله؟ كنا مستنيين افريقيا بقى يجي وقت كده ان شاء الله يعني. ممكن لسه بقى يعني بعد خلص بطولات هتزعل منك ايه؟ لا بالعكس عشانك. لا بس انت عارف يعني، انت غصب عنك ده شغلك. ولو بنتكلم على الشكل هي فاهمه كده ومقدره. اكيد بتقدر كده. هل احتفلت بيها على طريقه علي معلول في الملعب؟ فعلا يعني علي معلول شفناه في لقطه كانت ظريفه جدا في نص الملعب وهو فاتح تقريبا التليفون وبيكلم اسرته. عملت كده؟ كلمت اهلي، كلمتها على طول بصراحه من الملعب. بص ما تزعليش مني، ما تقولش الخير عليك دلوقتي. بقت فالخير. مش عايزه تزعل مني يعني. احنا طبعا لا، علشان يعني اكيد. لا هي مقدره. احنا بنتكلم في يعني لو اتكلمنا بروفيشنال مع حتى بره ما ينفعش، انه ما يقدرش. لازم ياخد الاول اذن النادي والنادي يديله اذنه اذا كان يقدر يتجوز ولا لا. فالعمليه عمليه احترافيه مش اكتر. والله لسه كنت بتكلم معاها وهي مقدره كده يعني. انا قلت لها والله انا لسه، فهي بتقول لي يعني هي برضو مظلومه ان انا ممكن اقول لها الفرح بعد فتره قريبه. هي برضو عايزه وقت ان هي تجهز نفسها طبعا وحاجتها. فانا قلت لها لا يعني، انا لحد دلوقتي مش عارف ظروفي، مش عارف ماتشات الدوري امتى، وعندي كاس عالم انديه، فمش عارف يعني. بس فقلت لها يعني انا مفهمها ان الجدول ينزل بالظبط، وهي شكلها عقله يعني واخده بالها يعني. بصراحه هي مقدره كده، ما بتزنش يعني. لا لا طب الحمد لله. لا الضحكه دي فيها حاجه برضو وراها. لا لا هي مقدره والله. ان شاء الله نفرح بيكم قريب يا رب، يكتب لك الخير يا رب. يا رب ان شاء الله. و اتفضل. لا كنت عايز اساله كمان عن موسيماني بصفه خاصه بعد المباراه. شفنا الجهاز الفني قد ايه فرحان، وتحس ان هم فعلا الناس حاسه ان هم بقى خلاص بقى يعني خدوا الجنسيه المصريه خلاص، الباسبور بقى في جيبهم. في طريقه تعاملهم مع الناس، طريقه حتى افراحهم، شايف مش هتكلم على موسيماني، اتكلم على الجهاز المعامل ليه. وندي كابتن سامي قمصان حقه بصراحه طبعاً. لان حتى موسيماني كان معايا امبارح بالليل نفى تماما الموضوع اللي كان بيتقال انه كابتن سامي زعلان، وقال من نفسه من غير ما اساله ان كان من اسباب نجاحه وجود سامي قمصان والكابتن سعد عبد الحفيظ النواحي، ان هو ساعده كتير جدا في المرحله الاولى. شايف دور الجهاز المعاون لموسيماني ازاي في الفتره اللي فاتت؟
بص يا كابتن، يعني هو بصراحة يعني ما شاء الله، هو دماغه حلوة قوي، وعارف كل اللعيبة وعارف كل لعيبة في أفريقيا عموما، وهو جاي مركز وعارف النادي الأهلي كويس، و ذاكره. اه بصراحة عارف النادي الأهلي كويس، وعلى طول بيتكلم معانا، بيتكلم معانا في إن احنا نخدم النادي الأهلي ازاي بصراحة. وموضوع كابتن سامي برضه، كابتن سامي لا يعني أكتر واحد قريب للعيبة، وهو الراجل يعني غير الناس اللي بتقول أو حد قال حاجة، لا يعني كابتن ان احنا شايفينه، لا ان هو قريب من الراجل قوي يعني. بس حتى الجهاز اللي معاه يعني ما شاء الله، يعني هو جهاز متكامل بصراحة، اه في بتمنى لهم بتحس ان التوفيق. في تفاهم، وده مهم جدا. انت كلاعب لما بتلاقي المدير الفني وجهازه معاون، في هارموني، في مساعده كده، انت بترتاح. يعني في اجهزه بالظبط فنيه بصراحه كنت لعيب وعارف ان بيحس في شويه، يعني ما فيش تفاهم شويه، او في بيبقى في قلق شويه، فممكن يكون بيتاثر سلبيا. لكن هي الحمد لله انت كمان يعني انت بتاكد ان طبعا، واحنا شفنا الكلام ده من خلال لعبنا، من خلال الصوره اللي شفناها على التلفزيون وفرحتهم قد ايه بوجودهم حتى في مصر يعني. فاعتقد جهاز فني على اعلى مستوى، يا رب دي ان حقيقة. شاء الله يبقى كمان البطولات اللي جايه يثبت ان شاء رجلهم. الله. لا ان شاء الله، يعني هو بصراحه هو جاي مركز يعني ان هو يخلي النادي الاهلي في مكانه تانية، يرجع النادي الاهلي صحيح. للفترات الكبيره اللي كان موجود فيها. وهو انت عارف يا كابتن، اللعيبه كمان بتحب مدرب اللي هو بيلعب كوره، وان هو دماغه حلوه وبيفكر وعنده فكر. فبصراحه الراجل عنده ده يعني، وبتمنى له التوفيق. على الصعيد الشخصي او الانساني او التفاهم، ايه الفرق بين موسيماني وفايلر مع حمدي فتحي؟ ما انا ما اعرف، لا يعني هي بصراحه واحد، هو كلها مصلحه النادي الاهلي في الاول وفي الاخر، كل واحد ليه فكره عموما. التفاهم ازاي؟ العامل النفسي دايما لما بنردد نقول العامل النفسي اهم حاجه، الاهم حتى من العامل البدني بكتير. فرق في ايه موسيماني؟ لان الكل ملاحظ ده، ايه اللي عمل موسيماني مع حمدي فتحي على المستوى النفسي والتفاهم خلينا بس والانسجام؟ بقى المستوى النفسي، انا عشان في حاسه مستوى نفسي تاني. مين؟ كابتن سامي؟ لا مش كابتن سامي، الكابتن الكبير التاني اللي منتظرك ان شاء الله عشان تتجوز، يعني حرمك المصون معانا على التليفون، اسمها روان. روان، روان مساء الخير. مساء الخير يا كابتن، اوعي تكوني زعلانه مني. لا لا ابدا والله. بنقول لك الف مبروك طبعا على الفوز الكبير، و يعني ما شاء الله معانا نجم النجوم حمدي موجود معانا، تحبي تقولي له ايه؟ بقول له الف مبروك، وهو يستاهل، وهو تعب بجد واشتغل على نفسه كتير. وحمدي بجد والله مش عشان خاطر هو جوزي وكده، بس هو بجد مجتهد جدا، وبجد دايما بيدي كل وقته للشغل وللتمرين، ودايما ملتزم، فعشان كده ربنا كرمه. انتوا لسه كاتبين كتب كتاب قريب يا روان صح؟ عشان كده مش مستعجله على الفرح. لا لا عادي، اهم حاجه يكسب حبيبتي ويخلص بطولاته كلها، وبعد كده الجواز سهل. ده شيء ده مهم كلام جدا. تليفون ده كلام كده عشان احنا قاعدين في قاعده على يعني على الملأ، ولا بجد في كلام تاني بتقوله له بقى ان احنا بقى لا عايزين لا. نخلص و لا انا مش مستعجله عادي، وبعدين احنا خلاص كاتبين الكتاب فبراحتنا يعني. حبيبتي لا ربنا مهم يوفقك جدا، يا رب. مهم جدا كمان يعني، انت اكيد اكيد متفهمه الكلام دوت، واكيد هو حمدي كمان من كتر حبه لشغله اكيد بيكلمك في النقط ديت، ان لعيب الكوره مش ملك نفسه بس، يعني ملك الجماهير اولا. وساعات الواحد لما بيكون في موقف احترافي، وخاصه ان هو بيلعب في كيان كبير زي النادي الاهلي، بيكون في تضحيات كتيره، يعني التضحيات ديت تاجيل جوازه شويه او البعد، ما بتشوفوش بعض كتير، زياراته بتبقى قليله. بس كل دوت اعتقد كل ده بيبقى بيجي عند لحظه واحده، لحظه الفوز، ولحظه ان كل اهلك وكل اهله فخورين ان عندهم نجم كبير زي حمدي. ده اكيد يعني ده بيعوضك عن كل حاجه يعني. اكيد طبعا. وبعدين بصراحه انا يعني من معرفتي بحمدي وكده خلاص اتعودت على فكره الكوره، وان الكوره دي اهم حاجه في حياته اصلا، يعني انا بحسها مراته الاولانيه اصلا، فعشان كده متصالحه مع اي حاجه بتحصل، لان انا عارفه قد ايه هو بيحب شغله، واهم حاجه عنده شغله ونجاحه، فاكيد انا بدعمه، ويعني لازم اتحمل مع اي ظروف طبعا، يعني اي ظروف طبعا. طب قال لك ايه بعد الفوز؟ يعني اول حاجه قالها لك ايه في التليفون، او انت قلتي له ايه؟ طبعا باركت له وقلت له لا، غير ان انت تباركي له بقى ومبروك يا حمدي وانا وشي خير عليك يا حمدي، ايه ايه بقى الكلام اللي دار يعني؟ قلت له اتجوز امتى بقى؟ يا لهوي.
شفتي؟ عشان انا حسيت ان الكلام دوت انت ايه يعني بتقوليه بس كده في اللقاءات. اكيد انا بهزر معايا، هو كان دايما بيقول لي بس لا على فكره من ضحكته ما كنتيش بتهزري، من ضحكته ما كنتيش بتهزري. لا والله هو عارف انا بحب اهزر اصلا، وانا اكيد يعني مش متضايقه خالص لان انا مقدره عندي صعب وعارفه ان دي مشكله جدا طبعا، فلازم يركز يعني. قدر بس. طب قول حاجه. قدر بس. انت ساكت بتضحك بس، طبعا لازم تقول لها حاجه. هي مقدره جدا يعني، مقدره ان انا طول الوقت ببقى مشغول، وساعات حتى في المعسكرات خلي بالك ما بتكلمهاش يعني، ما بتكلمش اصلا في الموبايل كتير. عموما يعني انا ممكن اكلمها مره في اليوم كده يعني. بتزعليش؟ ساعات بتتضايق بس طبيعي. طب بس هي عارفه ومقدره يعني، وبصراحه على طول في ظهري، وبقول لها ربنا يخليك ليا، وان شاء الله يكون وشك حلو علينا على طول يعني. اكيد دايما. أكيد. يا روان دايما يا حبيبتي، ونفرح بقى الفرحه الكبيره ان شاء الله قريب يا رب ان شاء الله. ميرسي حضرتك روان، شكرا جزيلا ومبروك، وان شاء الله يعني نبارك لك كمان ان شاء الله على جوازك، بس نخلص البطولات اللي ورانا وبعدين حمدي يقول لك ان شاء الله. الفرح شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ان شاء الله كبير. شكرا جزيلا باذن الله. الاستقرار الاسري مهم يعني، دايما بنتكلم ان اللعيب انت لعيب بروفيشنال ومحترف، ولكن دايما الاستقرار الاسري لما يكون عندك، خاصة يعني انت مش هقول لك سن كبير لكن سن معقول، ده بيدفعك لقدام وبيبقى عندك استقرار وبيساعدك كمان في شغلك يعني. بالظبط يعني، هو الاستقرار الاسري من فوق بصراحه، من الاب والام والاخوات يعني، بعد كده بيجي الجواز. فده بصراحه بيجي بيديك دافع اكبر، وبيخليك ان انت تركز اكتر، وان انت وراك حاجات بتبقى يعني حاجات اكتر، فلا بتبقى مركز ان انت عايز تنجح اكتر يعني. صحيح. فانا شايفه بصراحه استقرار يعني مهم جدا. مهم جدا. أكيد. ان شاء الله نتمنى لك استقرار على مستوى كمان الله. الجواز، وتبقى يا رب ان شاء الله قريب باذن الله. في حبنا للاهلي انه في نفس قلاوه الاهلي، اسال على الاهلي وبطولاته هيقول لك وسع الارض، بعد من زمان من ساعتين بس. بنرحب بحضراتكم مره ثانيه في البيت الكبير. الفقره دي مشرفنا عريس الاميره السمراء النهارده، محمد مجدي قفشه صاحب البصمه الاخيره وصاحب الفرحه الاخيره والقفشه اللي خطفت قلوب ممكن ناس تزعل الاهلاويه، وكانت لحظات الحقيقه جميله جدا، هي دي اللي خلت الجماهير تخرج للاحتفال معانا في الشوارع ببطوله كانت غايبه عن الاهلي 7 مواسم متتاليه، وفي الالفيه الجديده مش متعودين على غيابها لحد ما وصلنا لللقب التاسع بهدف ولا اروع ولا اجمل بقدم النجم قفشه. ايه قفشه نورنا حبيبي يا كابتن، نورنا وحشني جدا والله. مبروك. ايه دي انت عارف بتاع زمان دي. ايه دي صحيح؟ لا ما شاء الله يعني الحمد لله. هنتكلم طبعا على دي لانك عبوز يعني لا ايه ده باشا لسه جاي لسه في الاول. لا منورني قفش، الف مبروك يا حبيبي. كلنا مبسوطين وكلنا فرحانين، بطوله غاليه جدا جدا جدا، بطوله تاريخيه، واكيد ده كان واصل لكم ان مباراه خاصه جدا على مستوى القاره الافريقيه، على مستوى حتى تنافس محلي مع نادي الزمالك، لكن كنتوا رجاله ويعني كنتوا يعني على وعدكم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ان البطوله الافريقيه دي مش هتخرج من الجزيره. الحمد لله كابتن، يعني احنا كنا مركزين في الاسبوع اللي هو بتاع المعسكر، واللعيبه كلها كانت رجاله، وكنا مركزين مش مفكرين ان احنا بحلوين او وحشين، المهم ناخد البطوله. فالحمد لله قدرنا نعمل ده يعني. يعني الاسبوع بتاع المعسكر ده كان كله تركيز اللي احنا هنكسب، مش نبقى حلوين نبقى وحشين، المهم ان احنا ناخد البطوله. يعني والحمد لله نكسب ازاي ما نعرفش، بالظبط المهم ان احنا بالظبط يعني. لان هي نتيجه في الاخر يعني، انت ممكن تبقى كويس جدا وتخسر ما عملش حاجه، لكن العكس يبقى وحش وتكسب البطوله، فده اهم حاجه يعني. بعد الجون اللي جه في الدقيقه 85 وانت جريت علينا كده ورحت قالع التيشيرت، شفتني وانا بعملك شاورت لك انا كابتن كده قوي، لابسين احمر بصراحه. بص الصوره ديت، دي طبعا صوره الجول
انا لسه منزلها النهارده. هي الصوره دي خلاص هتفضل مدى الحياه جدا يعني. دي عندك على الفيسبوك؟ طبعا. لا ما عنديش فيسبوك، على الانستجرام. على الانستجرام دي هتفضل طول العمر. لا طبعا كنت متوقع. قفشه، كنت متوقع ان انت تعمل حاجه في اللحظات الاخيره بعد الشوطه اللي شوتها الفاول؟ حسيت ان انا هجيب جون. الفاول اللي جه جنب المقص ده شويه. لان انا يعني انا في الماتش ما كنتش موفق قوي يعني، في الماتش امبارح انا ما كنتش فت زي الماتشات اللي قبل كده، فالحمد لله لما شوت الكره دي يعني حسيت بعديها ان انا هجيب جون قريب. الحمد لله. تقريبا الجون ده انا دي ثالث مره اجيب الجون ده، اللي هي الكره الثانيه، وما انا كنت لسه في المنتخب في ماتش على اللقطه ديت. وهرجع بيك لمباراه الوداد واللحظه اللي انت رحت فيها للمستر موسيماني. انا قلت على المستوى الشخصي يعني في تقديري دوت ان انتوا كنتوا متفقين على حاجه معينه، عمليه الضغط من قدام طبعا. ان انت تضغط على سيرد باك، واول ما تقطع الكوره يبقى في فينش على الجول. صح. وده يمكن ان انت اكدته كمان. فكان ده شكل مكرر يعني. هو كمان يا كابتن كان ممرنا على الحته دي اللي احنا نضغط والكلام ده، لكن هو قبل الماتش جابني واتكلم معايا انا والمترجم، قال لي هو اللعيب ده اصلا كان هيلعب ديفندر، كان هيلعب 6 كابتن هاني. بالظبط. فاحنا اتفاجئنا اللي هو ايه مساك. فهو قال لي هو بطيء يعني، هو بيباص كويس لكن بطيء، فما تخلوش يباص اللي قدام، خليه يباص بايه بالعرض. العرض. فانا الملعب كان فيه ميه، فبضغط عليه بريس، لقيت الكره اتزحلقت. فهي الحمد لله يعني، فده توفيق من عند ربنا. فروحت بقى انا صديقك. انا ناديت عليه كام مره امبارح. عايزين نشكر امبي والله يا كابتن ان هو خلانا موجودين في المكان المحترم ده يعني. لا انت طبعا نشكرهم، نشكر نادي امبي بصراحه يعني، عشان ليهم فضل كبير علينا يعني احنا الاثنين، وبتمنى لهم التوفيق يعني. لا طبعا نادي امبي كمان من الانديه كابتن. انا حضرتك كمان كنت معانا في امبي يعني، حضرتك مرنتنا في امبي سنه. منظومه رائعه حتى على مستوى السكاوتنج، على مستوى الناشئين. طلعوا صلاح محسن وطلعوا نجوم كتير، رفعت وصالح وعبد الله وانا وحمدي ومؤمن ووليد كابتن سليمان، ناس كتير. كابتن برضو ان قفشه كان في بيراميدز، احنا كنا على طول يعني، انا قفشه صعب جدا كنا على تواصل على طول يعني. انا قلت له قفشه انت لو جيت عندنا تبقى في حته ثانيه، ان انت لا هتلعب كذا ماتش، هتاخد ثقه اكبر، وهتروح منتخب مصر، هتلعب في منتخب مصر. حتى كان لعب معايا كتير. انا وقفشه احنا وصلنا لمرحله في انبي، لا احنا كنا بنشوف بعض بظهر بعض يعني، كنا بنلعب جنب بعض. لا انا قصدي متنبئ لك بس، مش بس كان بيلعب معاك، كان شايف. انا وحمدي يعني كمان دايما على تواصل مع بعض. فحتى الفتره دي كنت بتمنى انه يبقى موجود، كنا على طول الفتره دي ان هو كان بيكلمني عشان ان هو جاي عندنا وكده، كنت بتمنى يعني. وحتى انا قلت له قفشه لا، لو انت بتفكر تمشي من بيراميدز لازم تيجي النادي الاهلي يعني. هو بعد الفاول كم بس فقفشه من ساعه ما دخل النادي الاهلي بصراحه هو فارق معانا جدا، حتى في ماتشات ما بقاش موفق فيها بيجيب جوان. لا والله كان كلها كابتن، هو عارف هو من غير اي حاجه، هو عارف انا يعني انا بحبه قد ايه جوه الملعب وبره الملعب يعني. أكيد. هو لعيب كبير وفارق معانا جدا. أكيد. في لحظه هو دلوقتي كان بيتكلم عنها حس فيها ان هو هيجيب جون دلوقتي، انت حسيت في قبل الماتش ما يبدا او اثناء المباراه حتى في الشوطين انه قفشه ممكن يعمل حاجه في الماتش ده؟ انا حسيت بس يعني القفشه كان برده كانش موفق قوي في الماتش. فقفشه اكتر واحد بيساعدنا احنا كديفندرات، انا والسولية فعلى طول انا بتكلم معاه يعني. فانا يعني شويه كنت قلقان عشان هو مش موفق قوي. هو قفشه في اوقات كان بيجيب اجوان، وهو نجم الماتش، بيعمل ماتشات جامده جدا وبيجيب اجوان، وفي اوقات برده كان بيعمل ماتشات جامده جدا يعني، ماتشات جامده جدا وما بيجيبش اجوان. فده بيبقى من التوفيق اللي هو بصراحه طول الموسم لا كان موفق يعني. في ماتشات كذا ماتش كان كويس جدا، كل الناس بتنتقده اكتر واحد شاط في العارضه. فاخر ماتش الحمد لله ربنا كرم اللي هو بقى 12 كره في العارضه يعني، مش للدرجه 12 كره في العارضه، كل كره بيشوطها في العارضه. انت عددهم طبعا، وبلينين مضيع بلينين ومثلا 10 انفرادات. لا انا كل الحاجات دي عامل فيديو ليا بتفرج عليه دايما. عامل فيديو اسمه العارضه؟ لا عامل فيديو العارضه، عامل فيديو الانفرادات عشان اتعلم الحاجات دي. لازم ده فيديو العارضه يعني. والله ما انا لازم الحاجات دي كابتن. حضرتك لو تلاحظ الجون بتاع الوداد انفراد، بالظبط الجون بتاع المنتخب شبه انفراد برضه، انا رقصت واحد وحطيتها في بطن رجلي، فانا اتعلمت من الحاجات دي، عشان كده بتفرج على الحاجات دي. بتراقب اخطاء. انا معايا وكيلي فهو بيجيب لي كل الكلام ده يعني. طب حلو انك بتتفرج على وبتصحح اخطائك، بس انا اعتقادي ما تبقاش اخطاء انلك، هي جزء كبير منها حظ انك بتشوط وبتيجي في العارضه. لكن خلينا نتكلم، وعلاقتك بحمدي اكيد كمان في الملعب بيبقى علاقه خاصه، ويمكن انا عارف يعني حمدي لسه بيحكي لي لما بيكون
وسط الملعب مرتاح يبقى اكيد قفشه كويس. ليه قفشه؟ بيقف على كورته كويس، بيدي نفس شويه للناس. فعايز اعرف كنتوا انتوا الاثنين بالذات في بتقولوا ايه لبعض في الملعب في الاوقات اللي احنا ما كناش كويسين فيها؟ يعني كنت بتقولوا ايه لبعض؟ بتكلموا ازاي؟ بتحمسوا بعض ولا انتوا ساكنين في رهبه في قلق؟ لا لا كابتن، وانا دايما انا وحمدي، يعني انا حمدي والسلاوي ديانج كمان، بس انا وحمدي بالاخص يعني مني من زمان بنلعب مع بعض. فدايما بتكلم بقول له يا حمدي حاول على قد ما تقدر دايما تلعب لي الباص اللي هو في النص بتاع اللاعبين، اللي هو بين الديفندرين. انت لو لعبت لي الباص ده يا كابتن خلاص انا هلف اروح انا والهاف الشمال والهاف اليمين والفيرو بين 4-4 مظبوط، اللي هم الاثنين الباكات. فالباص ده بالنسبه لي بيسهل لنا حاجات كتير، غير لما انزل استلم وارقص واحد او اثنين، دي بتبقى المسافه طويله. فالباص بتاع حمد ده يا كابتن لو عمله لي بيفتح اللي هو انت بتتكلم اللي انت ما بين خط الظهر وخط النص بتاع النص الحته الفراغ دوت بالظبط، عشان ما تبقاش واحد في ظهرك فتقدر تتحرك بسهوله. يعني عكس لو انا مثلا بلعب قدام سته استلمت فلازم الف تبقى الدنيا اصعب شويه. بس فالحمد لله حمدي والسلاية وديانج عندهم الميزه دي، فبيريحوني في دي اللي انا بنزلش كتير. انا دايما بستلم الف الاقي نفسي قريب من الجون اشوط اعمل اسيست على طول. بالظبط كده يا كابتن. بس وحمدي دايما بيتكلم معايا ان انا دايما اخد معاه الكره الثانيه هو والسلاية، لان لازم اخد الكره الثانيه عشان لو هم خدوها بتبقى صعب علينا احنا. اللي انا دايما واحنا بندافع امسك بس الديفندر الثالث، يعني هو والسلاية مع واحد او هو وديانج او ديانج والسلاية مع واحد، انا دايما اخد اللعيب الزياده اللي هو ثابت يلعب بالعرض، بس اهم حاجه ما يلعبش الكره اللي هي الايه اللي قدام دي، فدي اللي بتبقى صعبه. يعني كلام كتير عن اجواء وتفاصيل المباراه ما قبل وبعد، لكن طبعا كابتن حمدي مشرفنا من بدري جدا في البيت، كنا مستنيينك يعني، فمشرفنا من بدري، واحنا حابين ان احنا نشكرك جدا والف الف مبروك، وتستاهلوا اكتر من كده كمان، ومستنيينكم. انا بشكركم طبعا ومبسوط ان انا كنت موجود معاكم النهارده. شكرا. ومبروك لنا كلنا وجمهور النادي الاهلي يعني، واسيبكم بقى مع التوفيق. نورتنا نورتنا يا كابتن، وبالتوفيق ان شاء الله تكون حلقه جميله. خليك استنى نطلع فاصل. بص الصوره ديت، دي الصوره طبعا دي قفشه وكابتن خطيب وكابتن محمود الخطيب حمدي، ده حمدي فتحي. وتلاحظ ان يعني من كتر سعاده الكابتن محمود كان تحس ان عينيه كمان دمعت يعني. فاللحظه انت بالنسبه لك حمدي وانت بتحضن اسطوره كبيره زي الكابتن خطيب، وحاسس بالضغوط الكبيره اللي كانت علينا كلنا بصراحه وعلى مجلس اداره واللعيبه ان احنا نفوز بهذه البطوله، يعني اللقطه دي بتعبر لك عن ايه؟ والله يا كابتن بص، كابتن محمود الخطيب ما بيقف معانا، بس احنا بنحس احساس لا يعني احنا ما عملناش حاجه. كابتن محمود الخطيب يعني صحيح، احنا صحيح. عملنا ايه اصلا في الكوره؟ فاحنا بصراحه يعني هو لما بيتكلم معانا بيتكلم على طول معانا بايجابيه، وان هو بيتكلم معانا لا انتوا لعيبه كبيره وان انتوا لازم تحققوا تعملوا اسم لنفسكم، وان انتوا وراكم ناس كتير يعني، جمهور النادي الاهلي ده جمهور كبير يعني. بس وده حصل وبيحصل وهيحصل وحصل النهارده كمان في الكلمه طبعا. اللي قالها خاصه كابتن خطيب دايما، ودي كلمه مهمه جدا يعني، النادي الاهلي هو اللي بيصنع. هو بيصنع يعني اي حد، كابتن خطيب بيقول اي حد ليه اسم دلوقتي من اجيال كتيره جدا، انا ليا اسم عشان انا كنت ابن النادي الاهلي ومتربي في النادي الاهلي. فدي كمان يعني كانت رساله قويه جدا بتعرفك قيمه النادي الاهلي بشكل كبير، وانتوا حسيتوها اكيد اول ما جيتوا يعني. صح دي حقيقه كابتن، دي حقيقه يعني. انت حضرتك عارف الماتش في النادي الاهلي ب 100 ماتش بره يعني. صحيح صحيح، ان شاء الله بالتوفيق يا حمدي. نشكرك شكرا جزيلا، ومستني هناك بقى بعد كاس مصر ان شاء الله تجيب لنا كاس مصر معاك. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب هنطلع فاصل، بنودع بيه كابتن حمدي فتحي، ونستقبل مره ثانيه كابتن قفشه بيت الكبير. والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي، اسال على الاهلي وبطولاته ايوه، شفتوش بعض من زمان. من ساعتين لسه. بنرحب بحضراتكم مره ثانيه في البيت الكبير. الفقره دي مشرفنا عريس الاميره السمراء النهارده محمد مجدي قفشه، صاحب البصمه الاخيره وصاحب الفرحه الاخيره والقفشه اللي خطفت قلوب ممكن ناس تزعل الاهلاويه، وكانت لحظات الحقيقه جميله جدا، هي دي اللي خلت الجماهير تخرج للاحتفال معانا في الشوارع ببطوله كانت غايبه عن الاهلي 7 مواسم متتاليه. وفي الالفيه الجديده
مش متعودين على غيابها لحد ما وصلنا لللقب التاسع بهدف ولا أروع ولا أجمل بقدم النجم أفشة. ايه يا نورنا حبيبي يا كابتن، نورنا وحشني جدا والله. مبروك. ايه دي انت عارف بتاع زمان دي. ايه دي صحيح. لا ما شاء الله يعني الحمد لله. هنتكلم طبعا على دي لانك يعني لا ايه ده بقى لسه جاي لسه في الاول. لا منورنا قفش، الف مبروك يا حبيبي. كلنا مبسوطين وكلنا فرحانين. بطوله غاليه جدا جدا جدا، بطوله تاريخيه، واكيد ده كان واصل لكم ان مباراة خاصة جدا على مستوى القارة الأفريقية، على مستوى حتى تنافس محلي مع نادي الزمالك، لكن كنتوا رجالة ويعني كنتوا يعني على وعدكم بالنسبة لجماهير النادي الأهلي إن البطولة الأفريقية دي مش هتخرج من الجزيرة. الحمد لله كابتن، يعني احنا كنا مركزين في الأسبوع اللي هو بتاع المعسكر، واللعيبة كلها كانت رجالة، وكنا مركزين مش مفكرين إن احنا نبقى حلوين أو وحشين، المهم ناخد البطولة. فالحمد لله قدرنا نعمل ده يعني. يعني الاسبوع بتاع المعسكر ده كان كله تركيز اللي احنا هنكسب، مش نبقى حلوين نبقى وحشين، المهم ان احنا ناخد البطوله. والحمد لله نكسب ازاي ما نعرفش، المهم ان احنا بالظبط يعني. لان هي نتيجه في الاخر يعني، انت ممكن تبقى كويس جدا وتخسر ما عملش حاجه، لكن العكس تبقى وحش وتكسب البطوله، فده اهم حاجه يعني. بعد الجون اللي جه في الدقيقه 85 وانت جريت علينا كده ورحت قالع التيشيرت، شفتني وانا بعملك شاورت لك انا كان في ناس كتير قوي لابسين احمر بصراحه. بص الصوره ديت، دي طبعا صوره الجول. انا لسه منزلها النهارده. هي الصوره دي خلاص هتفضل مدى الحياه كده يعني. دي عندك على الفيسبوك؟ طبعا. لا ما عنديش فيسبوك، على الانستجرام. على الانستجرام دي هتفضل طول العمر. لا طبعا كنت متوقع قفش، كنت متوقع ان انت تعمل حاجه في اللحظات الاخيره. بعد الشوطه اللي شوتها الفاول حسيت ان انا هجيب جول. الفاول اللي جه جنب المقص ده شويه. لان انا انا في الماتش ما كنتش موفق قوي يعني، في الماتش امبارح انا ما كنتش فت زي الماتشات اللي قبل كده. فالحمد لله لما شوت الكره دي يعني حسيت بعديها ان انا هجيب جول. الحمد لله. فتقريبا الجون ده انا دي ثالث مره اجيب الجون ده، اللي هي الكره الثانيه. ما انا كنت لسه هكلمك في ماتش على اللقطه ديت، وهرجع بيك لمباراه الوداد واللحظه اللي انت رحت فيها للمستر موسيماني. انا قلت على المستوى الشخصي يعني في تقديري دوت ان انتوا كنتوا متفقين على حاجه معينه، عمليه الضغط من قدام طبعا. ان انت تضغط على سردباك، واول ما تقطع الكره يبقى في فينش على الجول. صح. وده يمكن ان انت اكدته كمان. فكان ده شكل مكرر يعني. هو كمان يا كابتن كان ممرنا على الحته دي اللي احنا نضغط والكلام ده، لكن هو قبل الماتش جابني واتكلم معايا انا والمترجم، قال لي هو اللعيب ده اصلا كان هيلعب ديفندر، كان هيلعب سته كابتن هاني. بالظبط. فاحنا اتفاجئنا اللي هو ايه مساك. فهو قال لي هو بطيء يعني، هو بيباص كويس لكن بطيء، فما تخلوش يباص لقدام، خليه يباص بايه بالعرض. العرض. فانا الملعب كان فيه ميه، فبضغط عليه بريس لقيت الكره اتزحلقت. فهي الحمد لله يعني، فده توفيق من عند ربنا. فروحت بقى انا صديقك. ناديت عليه كم مره امبارح. عايزين نشكر امبي والله يا كابتن ان هو خلانا موجودين في المكان المحترم ده يعني. لا انت طبعا نشكرهم، نشكر نادي امبي بصراحه يعني، عشان ليهم فضل كبير علينا يعني احنا الاثنين، وبتمنى لهم التوفيق يعني. لا طبعا نادي امبي كمان من الانديه كابتن. انا حضرتك كمان كنت معانا في امبي، حضرتك مرنتنا في امبي سنه. منظومه رائعه حتى على مستوى السكاوتنج، على مستوى الناشئين. طلعوا صلاح محسن وطلعوا نجوم كتير، رفعت وصالح وعبد الله وانا وحمدي ومؤمن وكابتن سليمان. ناس كتير برضو ان قفشه كان في بيراميدز، احنا كنا على طول يعني، انا قفشه صعب جدا كنا على تواصل على طول يعني. انا قلت له قفشه انت لو جيت عندنا تبقى في حته ثانيه، ان انت لا هتلعب كذا ماتش، هتاخد ثقه اكبر، وهتروح منتخب مصر، هتلعب في منتخب مصر. حتى كان لعب معايا كتير. انا وقفشه احنا وصلنا مرحله في انبي، لا احنا كنا بنشوف بعض بظهر بعض يعني، كنا بنلعب جنب بعض. لا انا قصدي كان متنبئ لك بس، مش بس كان بيلعب معاك، كان شايف. انا وحمدي يعني كمان دايما على تواصل مع بعض. فحتى الفتره دي كنت بتمنى ان هو يبقى موجود، كنا على طول الفتره دي ان هو كان بيكلمني عشان ان هو جاي عندنا وكده، كنت بتمنى يعني. حتى انا قلت له قفشه لا لو انت بتفكر تمشي من بيراميدز لازم تجي النادي الاهلي يعني. هو بعد الفاول بس فقفشه من ساعه ما دخل النادي الاهلي بصراحه هو فارق معانا جدا، حتى في ماتشات ما بقاش موفق فيها بيجيب جوان. لا والله كابتن كلها كابتن، هو عارف هو من غير اي حاجه، هو عارف انا يعني انا بحبه قد ايه جوه الملعب وبره الملعب يعني. أكيد. هو لعيب كبير وفارق معانا جدا. أكيد. في لحظه هو دلوقتي كان بيتكلم عنها حس فيها ان هو هيجيب جون دلوقتي، انت حسيت في قبل الماتش ما يبدا او اثناء المباراه حتى في الشوطين انه قفشه ممكن يعمل حاجه في الماتش ده؟
انا حسيت بس يعني قفشه كان برضو كانش موفق قوي في الماتش، فقفشه اكتر واحد بيساعدنا احنا كديفندرات انا والسوليه فعلى طول انا بتكلم معاه يعني. فانا يعني شويه كنت قلقان، كنت قلقان عشان هو مش موافق قوي. هو قفشه في اوقات كان بيجيب اجوان، وهو نجم الماتش، بيعمل ماتشات جامده جدا وبيجيب اجوان، وفي اوقات برده كان بيعمل ماتشات جامده جدا، يعني ماتشات جامده جدا وما بيجيبش اجوان. فده بيبقى من التوفيق اللي هو بصراحه طول الموسم لا كان موافق يعني في ماتشات، كذا ماتش كان كويس جدا، كل الناس بتنتقده اكتر واحد شاط في العارضه. فاخر ماتش الحمد لله ربنا كرم اللي هو بقى 12 كره في العارضه، يعني مش للدرجه 12 يعني. كره في العارضه، كل كره بيشوطها في العارضه. والله انت عديتهم طبعا، وبلينين مضيع بلينين في العارضه، ومثلا 10 انفرادات. لا انا كل الحاجات دي عامل فيديو ليا بتفرج عليه دايما، عامل فيديو اسمه العارضه. لا عامل فيديو العارضه، عامل فيديو الانفرادات عشان اتعلم الحاجات دي. لازم ده فيديو العارضه يعني. والله ما انا لازم الحاجات دي. كابتن حضرتك لو تلاحظ الجون بتاع الوداد انفراد بالظبط، الجون بتاع المنتخب شبه انفراد برضه، انا رقصت واحد وحطيت بطن رجل، فانا اتعلمت من الحاجات دي، فعشان كده بتفرج على الحاجات دي. بتراقب اخطاء. انا معايا وكيلي فهو بيجيب لي كل الكلام ده يعني. طب حلو انك بتتفرج على وبتصحح اخطائك، بس انا اعتقادي ما تبقاش اخطاء انلك، هي جزء كبير منها حظ انك بتشوط وبتيجي في العارضه. لكن خلينا اتكلم، وعلاقتك بحمدي اكيد كمان في الملعب بيبقى علاقه خاصه، ويمكن انا عارف يعني حمدي لسه بيحكي لي لما بيكون وسط الملعب مرتاح يبقى اكيد قفشه كويس. ليه؟ قفشه بيقف على كورته كويس، بيدي نفس شويه للناس. فعايز اعرف كنتوا انتوا الاثنين بالذات في بتقولوا ايه لبعض في الملعب في الاوقات اللي احنا ما كناش كويسين فيها؟ يعني كنتوا بتقولوا ايه لبعض؟ بتكلموا ازاي؟ يعني بتحمسوا بعض ولا انتوا ساكنين في رهبه في قلق؟ لا كابتن، وانا دايما انا وحمدي يعني انا حمدي والسوليه وديانج كمان، بس انا وحمدي بالاخص يعني مني من زمان بنلعب مع بعض. فدايما بتكلم معاه بقول له يا حمدي حاول على قد ما تقدر دايما تلعب لي الباص اللي هو في النص بتاع اللاعبين، اللي هو بين الديفندرين. انت لو لعبت لي الباص ده يا كابتن خلاص انا هلف اروح انا والهاف الشمال والهاف اليمين والفيرو بين 4-4 مظبوط، اللي هم الاثنين الباكات والاثنين. فالباص ده بالنسبه لي بيسهل لنا حاجات كتير، غير لما انزل استلم ورقص واحد او اثنين، دي بتبقى المسافه طويله. فالباص بتاع حمدي ده يا كابتن لو عمله لي بيفتح اللي هو انت بتتكلم اللي انت ما بين خط الظهر وخط النص بتاع حمدي، الحته الفراغ دوت بالظبط عشان ما تبقاش واحد في ظهرك فتقدر بالظبط كده يعني. عكس لو انا مثلا بلعب قدام سته استلمت فلازم الف تبقى الدنيا اصعب شويه. بس فالحمد لله حمدي والسوليه وديانج عندهم الميزه دي، فبيريحوني في دي اللي انا بنزلش كتير بالزبط. انا دايما بستلم الف الاقي نفسي قريب من الجون اشوط اعمل الهجوم على طول بالظبط كده يا كابتن. بس وحمدي دايما بيتكلم معايا ان انا دايما اخد معاه الكره الثانيه هو والسوليه، لان لازم اخد الكره الثانيه عشان لو هما خدوها بتبقى صعب علينا احنا. اللي انا دايما واحنا بندافع امسك بس الديفندر الثالث يعني هو والسوليه مع واحد او هو وديانج او ديانج والسوليه مع واحد، انا دايما اخد اللعيب الزياده اللي هو ثابت يلعب بالعرض، بس اهم حاجه ما يلعبش الكور اللي هي الايه اللي قدام دي، فدي اللي بتبقى صعبه يعني. كلام كتير عن اجواء وتفاصيل المباراه ما قبل وبعد، لكن طبعا كابتن حمدي مشرفنا من بدري جدا في البيت، كنا مستنيينك يعني، فمشرفنا من بدري، واحنا حابين ان احنا نشكرك جدا والف الف مبروك، وتستاهلوا اكتر من كده كمان ومستنيينكم. انا بشكركم طبعا ومبسوط ان انا كنت موجود معاكم النهارده، ومبروك لنا كلنا وجمهور النادي الاهلي يعني، واسيبكم بقى مع التوفيق. نورتنا يا كابتن، وان شاء الله تكون حلقه جميله. خليك استنى نطلع فاصل. دي الصوره طبعا دي قفشه وكابتن خطيب وحمدي، محمود الخطيب حمدي ده حمدي فتحي. وتلاحظ ان يعني من كتر سعاده الكابتن محمود كان تحس ان عينيه كمان بنعت يعني. فاللحظه انت بالنسبه لك حمدي وانت بتحضن اسطوره كبيره زي الكابتن خطيب، وحاسس بالضغوط الكبيره اللي كانت علينا كلنا بصراحه وعلى مجلس اداره واللعيبه ان احنا نفوز بهذه البطوله، يعني اللقطه دي بتعبر لك عن ايه؟ والله يا كابتن بص، كابتن محمود الخطيب لما بيقف معانا بس احنا بنحس احساس لا يعني احنا ما عملناش حاجه. كابتن محمود الخطيب يعني صحيح احنا عملنا ايه اصلا في الكوره؟ فاحنا بصراحه يعني هو لما بيتكلم معانا بيتكلم على طول معانا بايجابيه، وان هو بيتكلم معانا لا انتوا لعيبه كبيره، وان انتوا لازم تحققوا تعملوا اسم لنفسكم، وان انتوا وراكم ناس كتير يعني، جمهور النادي الاهلي ده جمهور كبير يعني. بس وده حصل وبيحصل وهيحصل وحصل النهارده كمان في الكلمه اللي قالها خاصه كابتن خطيب دايما، ودي كلمه مهمه جدا يعني، النادي الاهلي هو اللي بيصنع. هو بيصنع طبعا يعني اي حد، كابتن خطيب بيقول اي حد ليه اسم دلوقتي من اجيال كتيره جدا، انا ليا اسم عشان انا كنت ابن النادي الاهلي ومتربي في النادي الاهلي.
فدي كمان يعني كانت رساله قويه جدا بتعرفك قيمه النادي الاهلي بشكل كبير. وانتوا حسيتوها اكيد اول ما جيتوا يعني. صح دي حقيقه كابتن، دي حقيقه يعني. انت حضرتك عارف الماتش في النادي الاهلي ب 100 ماتش بره يعني. صحيح صحيح، ان شاء الله بالتوفيق يا حمدي. نشكرك شكرا جزيلا، ومستني لك بقى بعد كاس مصر ان شاء الله تجيب لنا كاس مصر معاك. ان شاء الله باذن الله. طيب هنطلع فاصل منودع بيه كابتن حمدي فتحي، ونستقبل مره ثانيه كابتن قفشه بيت الكبير. انا لما سالته قبل الفاصل لما دخل الجون في الدقيقه 85 الملعب كان فاضي فاضي فعلا، بس ترج وحياه ربنا ترج. انت شفت الناس واكيد شفت ضحكهم وشفت دموعهم وشفت طبعا الهزه اللي تهزها الاستاد، استاد القاهره بعد جون قفشه. طبعا سليه اكيد، بس الجون ده لانه كان في الدقيقه يعني خلاص احنا حسمنا كنا النهائي بالجون اللي دخله محمد مجدي قفشه. كلمني بقى لما جريت بعد الجون والله بجد، وقلعت التيشيرت وجريت على الناس، شفت ايه؟ احكي لي كده وصفك للمشهد ده. ما كنتش حاسس بحاجه بصراحه، هو انا بجري وخلاص عايز اجري اعمل اي حاجه. لا صح فعلا، بس رحت للجماهير عشان احتفال مؤمن، بس ما كنتش عارف اعمل. بس فعلا كنت حاسس ان انا سامع صوت جامد. صح حاسس يا كابتن الملعب بيترج يعني، بسمع الصوت حاسس ان في ناس كتير في نفس الوقت. لا هم قليلين، بس الصوت عالي جدا. بس الصوت عالي، انت عارف انا حصل فيا ايه؟ انا الجون دوت يعني انت عارف انا كنت قاعد طبعا يعني مع اصحابي والدنيا هص هص والناس كلها بتتفرج على الماتش. ساعات بيبقى في الارسال ديلي ثانيه او ثانيتين، فانا قبل انت يعني انا بتفرج عليك قبل ما بتشوط انا سمعت الناس هيصت، فانا يعني انا بيصوا على ايه؟ بيصوا على ايه؟ لقيت بعديها بثانيه الكوره جول. طبعا كان احساس رائع. وعايزك تحكي لي قصه الجول ده، لان انت انا عارف قصه الجول ده يعني مش مجرد صدفه، لكن تمرين اتكرر كذا مره قفشه يعني. كابتن يعني طبعا الحمد لله يعني ده اغلى جون في حياتي، واتمنى ان انا في الماتشات الكبيره اللي زي كده اتمنى ان انا يا رب اجيب جوان دايما عشان نحقق بطولات مع النادي الاهلي ان شاء الله. بس الجون ده بالنسبه لي يعني اغلى جون في حياتي، لان يعني البطوله دي بعيده عن النادي الاهلي بقى لها 7 سنين. مزبوط. وكل جماهير مصر وجمهور النادي الاهلي كان مستنيها. لكن زي ما قلت حضرتك انا الجون ده يا كابتن تقريبا ثالث جون هكرره برده، يعني ماتش الوداد برده وماتش الدوري مع المنتخب نفس الضغط. بس ده تمرين يا كابتن يعني تمرين. ده شغل مدرب وشغل تمرين، احنا بنتمرن وبنسعى وبنحاول على قد ما نقدر. حتى الجون اللي سوليه جابه ده تمرين، احنا متمرنين على الكورنر سوليه هيروح فين وده هيروح فين وده هيروح فين. فهي يا كابتن طالما حضرتك بتتمرن وبتبقى عارف نازل الماتش هتعمل ايه 1 2 3، ده بيخليك تنجح في الماتش. قرار التصويت على طول يعني انت خلاص مقرر قطعت هتشوط، يعني مفيش تردد في القرار يعني. انا الشوطه اللي شطتها قبلها يا كابتن هي دي اللي خلتني اديتني دفعه ان انا اشوط الفاول. انا بعد ما شطت الفاول ده يا كابتن انا كنت قلت الحمد ان شاء الله هجيب جول بيني وبين نفسي. حتى سوليه عمال يقول لي لازم نتعب عشان نكسب، اللي مش هيتعب في اخر 10 دقايق دول مش هيكسب، اللي هيتعب هو اللي هيكسب. فعلا احنا كنا عمالين نجري وما نلعبش كوره، بس بنجري وبنضغط وبنضرب عشان كده ربنا كرمنا. كان بيقول لك كده بقى بين الشوطين؟ لا ولا كان بيقول لك اخر 10 دقايق؟ اخر 10 دقايق في الملعب الكوره وقفت، حد من الزمالك وقع فراح جايبني قال لي قفشه مش هنكسب غير لما نتعب. شفت لازم نتعب عشان نجيب جول، لو ما تعبناش ربنا مش هيكرمنا. صح. اللي هيتعب اكتر في اخر 10 دقايق هو اللي هيكسب. بعدها بخمس دقايق جبت جول. ده حصل فعلا. ويمكن كمان ده الدور اللي كنا بنتكلم عليه، يمكن كان الشناوي يتكلم طبعا الدش بتاع الشوطين ده يعني ده مهم. وانت كمان لازم كمان انت قفشه يعني انت من اللعيبه الكويسه، مش لازم تكون لعيب قديم في النادي الاهلي عشان تبقى ليك صوت. انت لعيب مؤثر على المستوى الفني ان شاء الله الفتره اللي جايه. انت كمان من الناس اللي تزعق، عندنا ايمن اشرف من ورا وعندنا الشناوي وعندنا ياسر ورامي وبتكلم على نص الملعب عمرو السوليه، يبقى انت في الحته اللي قدام انت اللي تكلم مروان وتكلم اجاييه وتكلم يعني الحته دي كمان مهمه، لانك انا عارف انت عندك الامكانيات ديت وعندك امكانيات فنيه كبيره جدا. فبغض النظر الناس انا شايف الناس بتتكلم ان قفشه بقى له 3 ماتشات، انا شايفك انا من وجهه نظري شايفك من احسن الفترات اللي انت بتلعبها في الفتره اللي فاتت، لان في ناس ما بتشوفش الدور التكتيكي اللي انت بتلعبه. امتى تقف على الكوره وامتى تطلع الناس وامتى تهدي الملعب وامتى ما يكونش فيه ميس باص. فانا شفت دوت وانت يعني انا بحييك، انت من نجوم الكبار وان شاء الله باذن الله. لا عندك اكتر ان شاء الله. شكرا كابتن طبعا، بشكرك على الكلام ده. بس فعلا والله يا كابتن يعني حضرتك يعني انت حضرتك دربتني في انبي. صحيح. كنت انا عندي تقريبا 17 سنه، لسه صغير.
في الفريق الاول ولعبت مع حضرتك وكنت بالزبط. ماشي كويس وكنت ساعتها كنت في الرجاء اعاره لو حضرتك فاكر وانت بالزبط. طلبتني ان انا ارجع مع حضرتك كان ده فريق ممتاز فريق مطروح كان رحت اعاره كان في الممتاز لعبت معاهم 6 شهور يعني الحمد لله والكابتن هاني ساعتها رجعني امبي ولعبت معاه كنت دايما يا كابتن احب التمرين احب اتمرن التمرين حلو اتمرن الكابتن يقول لي ماشي سنة ماشي التمرين كان كويس طبعا التمرين كويس لا دايما بنتفرج على فيديوهات لألمانيا طبعا في كوره كتير هو دايما لعيب الكوره عايز التمرين اللي فيه لعب كوره احنا لعيبه الكوره عامه ما بتحبش البدن ما بتحبش الجري كتير خلي بالك الكوره كمان الكابتن هنا عارف حاجه زي كده اكيد دايما الكوره فيها بدني اكتر البدني بالكوره اصعب تقسيمه وباص ده في حاجات كتير طبعا بس فالحمد لله وان شاء الله وانت ليك كان تجربه في انبي وتجربه في بيراميدز وكانت انبي مش تجربه انا انبي لعبت 11 اكيد سنة انت كان انا قصدي تجربتين يعني او مرحلتين طبعا بس كانت في الفتره ديت اكيد كانت عينيك على الاهلي طبعا صح ايوه طبعا احكي لي بقى عن التجربه دي لانه كان بيحكي لي تحت الهوا انه لا يعني انه الاهلي غير لا طبعا ما حدش يختلف على كده اللي يقول غير كده يبقى مش بيقول الحقيقه يعني هي الحقيقه اللي الاهلي غير اي حد او غير اي نادي يعني ده طبيعي وكل الناس عارفه ده يعني انا لعبت في الاهلي مثلا السنه دي سي مثلا 10 ماتشات 10 ماتشات دول بالنسبه لي بال100 ماتش اللي انا لعبتهم في انبي وبيراميدز والرجاء مع كل احترام ليهم طبعا يعني انبي ده بيتي هو اللي رباني هو اللي عملني لكن الماتش في نادي الاهلي يعني ماتش نهائي افريقيا زي ده في الاهلي كل العالم بيتفرج عليه طبعا انا بلعب طبعا بلعب في بيراميدز وبلعب اي فرم احترام كل الانديه لكن النادي الاهلي في حته ثانيه دايما طبعاً. انا عندي الاهلي كابتن هو دايما اللي بيصنع في حته ثانيه خالص ونرجع لاجواء الماتش لان الماتش نفسه كان فيه احداث كتيره قوي كان صح الاحداث الكتيره دي مرت على علينا بشكل صعب انا كنت بتفرج من بره فعارف مر وقت صعب قوي علينا وبطيء قوي يا كابتن وفي نفس الوقت أوي. احساسك بقى في الملعب واحساسك انك بتحس ان في لحظه من اللحظات ان لا ربنا يستر الماتش ده يخرج من ايدينا امتى اللحظه دي حصلت اللي هي الكره اللي في العرض بتاع زيزو هي بتاع زيزو انا كنت يعني بتاعت حسين لما ضاعت عادي انا ما والله قلقتش. يعني دي ما قلقتش منها ليه يا كابتن اللي احنا خلاص بدانا نوصل اكيد طالما ضيعنا هنوصل اللي بعدها هنجيب وده اللي حصل بعد كده يعني انا رحت شوت واحده مش عارف السوليه شوت واحده مروان مثلا ضيع واحده فبعد كده جبنا غير لما ما توصلش خالص يا كابتن هاني صحيح لو وصلت في واحده هتبقى التركيز ازاي ما بتوصلش ساعات وانت بتحس اللعيب انك لو الكره دي ما جاتش يبقى بشكلها ربنا مش رايد يعني الناس بتقول كده يعني فاهم انت بتحس في الملعب ان لو ربنا رايد كان جد ما احنا يعني كابتن بعد الكره دي لو حضرتك خدت بالك وصلنا بقى كذا مره بعديها مرتين ثلاثه لكن كره زيزو بالنسبه لي انا كنت واقف وراه وهو بيشوط فانا شايفها بقى رايحه انا عمال اعمل كده مش جسمي اتوتر في الكره دي بصراحه كنت قلقان ان كانت في وقت كنا خلاص في الدقيقه 60 او حاجه والجون يا كابتن لقيت انت عارف ممكن كانوا يدافعوا يقفلوا الملعب هو اللي كان هجيب جون بعد 1-1 ماتش اعصاب كمان كانت هتبقى بالزبط. الدنيا صعبه فدي بالنسبه لي اصعب لحظه يعني في الماتش لكن احسن لحظه طبعا الجون يعني اكيد طبعا اكيد طبعا ده انت قلشت كتير قوي يا قفشه كل اللي جوان دي قلش لا ما شاء الله رب تقلش يا كابتن بس دي جوان لا طبعا ما شاء الله يعني انت باين حتى وانت حتى في الرجاء وفي ام بي رجليك مظبوطه على الجول بشكل كبير غير فتره العارضه يعني بس فتره العارضه كنت بحط ببطن رجلي بالظبط لكن اللي جوان الجامده دي بوش رجلي وكوبري بتاع طارق حامد برده كان جامد جدا انا عايزاك برده تحكي لي عنه لانه يعني الناس علقت عليه جدا يعني مش عارف انا لقيت السوشيال ميديا مقلوبه عليه اتقلبت بس عادي يعني شايف دي حاجه عاديه في الكوره يعني اللي اي حد ممكن ياخد كوبري طب ليه علقوا ليه وقفوا هنا؟ احنا الجمهور المصري كده الاهلي والزمالك دايما بيحبوا يعني الاهلي عايز ياخد لقطه والزمالك عايز ياخد لقطه عشان تبقى الدنيا حماس يعني وحلو لكن هي ما بتقللش من حد يعني اتكلمنا عن الفتره الاولانيه خالص بتاعه الرجاء انت اصل انت حسيت واحنا مثلا سام بتقول لك انت شاركت في كذا كنت مصمم تذكر طبعا نادي الرجاء لعبت معاهم يا كابتن 6 شهور والله العظيم يا كابتن كنا بنروح التمرين بعربيه ميكروباص 2015 كنا بنروح للتمرين يا كابتن كنا قاعدين في 21 بنروح الملعب بعربيه ميكروباص ونرجع بعربيه ميكروباص عايز اقول لك يا كابتن انا قعدت في 21 اسبوع انا كل يوم بفطر كبده بتعشى كبده وبفطر ما فيش يا كابتن ما نعرفش حاجه انا ومحمد عبد الله احنا ما نعرفش حاجه هناك يا كابتن نطلع هو المحل ده اللي موجود هو بتاع الكبده بس ما بنقولش غير منه والله العظيم بعد كده بقى قدرنا نعرف الدنيا بتاع مشينا بس طبعا يعني الفتره دي فرقت معانا حضرتك رجعتني امبي عشان شفتني في الحته دي انا شفتك بالظبط في الحته بس دي بس فعشان كده انا رجعت امبي لو انا ما كنتش كويس في العرم ما اعتقدش انا كنت هرجع امبي يعني بس فالشباب بتوع الرجاء بصراحه يعني انا عملت هناك جبت جونين في 6 شهور
وعملت تقريبا 5 اسيست. لا عملت حاجه كويسه جدا. هاي كنت هاي في الفتره خبرات. فدي فرقت معايا بصراحه كابتن. زدت خبرات. طبعا اللعب دايما في الدوري الممتاز بيزود. اكيد بيفرق مع اي لاعب. علاقتك مع موسيماني الكل ملاحظها، ويمكن في تعليمات افتكر ان هي بتبقى خاصه او تعليمات منفرده من قبل موسيماني القفشه. ايه بقى سر العلاقه دي، وان هو كمان فرق يعني على المستوى البدني معاك انت قفشه تحديدا؟ كلمنا عن علاقتك مع موسيماني. هو دايما يعني هو كابتن هاني هو مش مدرب كويس، لكن هو مدرب عبقري. وانا بصراحه دي وجهه نظري. هو كابتن مش اللي هو الحاجات السهله اللي هو لا انت تقدر تلعب بس صعب العبه، اعمل ريسك بس طالما انت قادر انك تعمل ده اعمله. فهو كابتن لا فكره كبير جدا بصراحه، بيديك مساحه تتصرف بموهبتك. ما هي دي بقى كابتن اللي هو عارف ان قفشه مميز في دي، لا اعملها براحتك، مش هقول لك باصي وما تباصيش لا اللي انت شايفه ظروف الملعب وظروف الماتش اعمل ده. فهو بصراحه مديني الحريه في الحته دي بالظبط، اللي انا واحنا بنهاجم الحته اللي انت عايزها. حسين الشحات دخل جوه، اطلع انت بره، طلع بره، خش انت جوه، حريه اعمل اللي انت عايزه. فدي ميزه بصراحه. وهو دايما بيتكلم معايا ان انا لعيب يعني امكانياتي مختلفه. هو هو مؤمن بيك بالزبط. مؤمن بقدراتك. فهو كابتن انا عارف ان انا قادر تعمل كده بالظبط، فبقول اعمل ده. وهو كمان خلي بالك في بيبقى في مدير فني شايف ان قفشه يقدر يعمل ده، بس ما بيدوش الحريه في ده. يعني هي دي اللي كانت يعني حصلت معايا مع مستر فايلر. فهو ده الفرق، ان مديك حريه وانت كمان حاسس انه عنده ان انت عندك ثقه فيه كمدرب، هو عنده ثقه فيك فبتلعب بحريه، وده اللي شفناه من خلال ادائك. يعني بتلعب بحريه مش خايف تغلط بمعنى اصح. بالظبط كده. ما هي دي يا كابتن بتريحني يا كابتن، اللي انا العب براحتي، هلعب لصالح الفرقه، يعني مش لصالح قفشه بس، لا العب لصالح الفرقه، هدافع وهاجم بس اللي انا عارفه اللي هو بتاع شخصيتي. أيوة لو انا العب فري والدنيا نفسها زي ما حضرتك قلت. ماشي، مفيش حاجات خاصه بتبقى في مباراه كبيره زي دي بيقولها لك. يعني مباراه طبعا مباراه تاريخيه، مباراه كبيره جدا. امبارح قال لي بصراحه قبل الماتش حاجات بقى، قال لك ايه امبارح بتكلم معاه يعني قبل الماتش وكده، فانا حسيت زي ما قلت لحضرتك ان هو اتكلم كتير في المحاضره. قال لك بالعربي ولا بالانجليزي؟ لا انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. انت اللي بتعلمه عربي؟ نعم. لا بيعلمه عربي بيقول دلوقتي من 1 ل10 لسه ادي الراجل شويه. الحمد لله وصباح الخير والحاجات دي. هو بيقولها لي بالعربي وانا اقول له بالانجليزي. بس بدات يعني اتعامل معاه. بس انت اللي بتعلمه يا رجاله. يا رجاله يا شباب يا رجاله. بس انت اللي ماسك النهارده، انت اللي بتدي له كورس ده. انا عشان هو عارف ان انا امكانياتي بالانجليزي محدوده، فما انا ما عنديش انجليزي الحمد لله، فبحاول معاه هو يديني دي وانا اديله دي. بس عايزين في قول لي بقى قال لك ايه بقى التعليمات. عايز اشكر عمرو جدا. عمرو محب. عمرو محب عايز اشكره جدا دكتور عمرو، لان برضو يا جماعه الحاجات والديتيلز الصغيره دي بتفرق. انا في اعتقادي ان عمرو محب كمان من الناس اللي تستاهل ان نقول لها مبروك، وكان جزء مهم جدا في بطوله افريقيا. شخصيات المحترمه جدا قوي قوي. فالمهم جيت قبل الماتش يعني انا حسيت زي ما قلت لحضرتك ان هو اتكلم كتير وفي حاجه يعني مش على طبيعته. فبتكلم مع عمرو بقول له كوتش قلقان؟ فعمرو ساله قال له لا انا مش قلقان. انت قلقان؟ قلت له لا انا ما بخافش من الماتشات، لكن بحترم الناس اللي قدامي طبيعي. فراح قال لي بص انا جيت هنا عشان اصنع التاريخ وانت معايا. والله يا كابتن انا قال لك كده؟ والله قال لي كده. ورحت سايبه وماشي، ما اتكلمناش تاني بعد. هو خضك. انا رحت قايل له، قلت له انا هجيب جون وهجي لك. فعلا والله العظيم قلت له انا هجيب جون ان شاء الله النهارده وهجي لك حبيبي. هو الكلمه اللي قالها لي يا كابتن قالها لك بقى خلاص. خلاص يعني. انا هقول ايه؟ لعيب عندي 24 سنه بلعب في اكبر نادي في افريقيا وبينافس ريال مدريد على اكتر بطولات في العالم، ريال مدريد 1 الاهلي 2، واول سنه ليا في الاهلي ومدرب بتاعي بيقول لي كده. دي كفايه طبعا. هرد اقول يا كابتن سكت والله يا كابتن، قلت له ان شاء الله اجيب جون واجي لك. وده اللي حصل. بس جبت الجون بدور عليه مش لاقيه، لقيته بيحتفل مع اللعيبه. ما هو كله بيني وبينك كله بعد ما طلعت جاره والله يا كابتن ما لقيتهوش، انا لقيته بيقف في الملعب. ايوه انت ما جريتش عليه يعني اللقطه اللي جت. انا بصيت عليه بس ما هو الصوره علشان ما جاتش في الكاميرا. هو مستر موسيماني كان بيجري في الملعب يعني ما جريش. لا جري عندنا عند كورنر. جري ناحيتك وانت رايح. فانا لما قلعت التيشيرت انا جاي عليه عشان ابص عليه، ما لقيتوش. راح جري على الجمهور. مكمل على الجمهور. ايوه لان انا توقعت انك تعمل كده يعني. توقعت ان اول لقطه بعد الجون ده انك هتجري على موسيماني. بس ما حصلش. لان هو ايه زي ما حصل في الوداد بالزبط. اول واحد جريت عليه بعد بس هو في الوداد عشان هو قال لي هتضغط وهتقطع وهتجيب جول. عشان كده رحت له. بس فانا امبارح قلت له بس يعني لما غيرته كده انا رحت له بقى بعد. هو كان باني عليك امال. مين تاني قال لك هتجيب جول في الفرق؟ الشيخ ده تاني ماتش الوداد قال انا صليت الفجر وهجيب جول النهارده. امبارح برضه قال لي احمد شيخ قال انا صليت الفجر وانت هتجيب جول.
ده قبل يعني ليله المباراه نفسها. اه مين بقى كابتن؟ محمود صلاح ابن عم صلاح اللي معانا في الفريق في غرفه الملابس. قال لي ايه من اسبوع؟ قال لي اقسم بالله قفشه انا حلمت لك حلم انك هتجيب جون في الدقيقه 82 من ضربه اقسم بالله وشوطه. ده متفصل بعد الماتش. انا لقيت نفسي جايب جون في الدقيقه 86 فرحت النهارده. محمود انت كنت بتتكلم بجد ولا انت بتقوله كده مثلا ولا انت حلمت؟ قال لي والله حلمت. على فكره في ناس كتيره جدا حلمت. طبعا لازم نتزوج بقى. لا لازم لا في ناس كتيره حلمت وفي ناس كتيره قوي شافت رؤى. انا لقيت لك جيب بس انا بتكلم على التفاصيل الصغيره دي. اه صح متفصل متفصل يعني غريبه بصراحه بس الحمد لله يعني. والدتك قالت لك ايه؟ امي ست الكل. قالت لك ايه؟ هي ما قالتليش قبل الماتش. امال ايه؟ هي قالت لي بعد الماتش. انت كنت في المعسكر اصلا بعد ابو قير قعدتوا 5 ايام بالزبط. من حد للخمس دايما بكلمها وهي دايما بتدعي لي ان انتوا ان شاء الله هتكسبوا. لا بس هي بعد الماتش انا امبارح بعد الماتش كنت هنا رحت البلد احتفلت مع اهل بلدي. انت منين يا قفشه؟ انا من قنبره. دي هنا بعد نهي. من ايه؟ من قنبره. بعد نهي هنا تمام. بعد الكابتن ابو تريكه. فلما رحت وكده فهي اللي اتفاجئت بتقول لي عارف محمد اقول لك على حاجه وانا قاعد انا وابويا واصحابي قلت لها قول يا ام. راحت قايله لي انا صليت الفجر امبارح وجالي في الحلم اللي انت هتجيب جون. كابتن ابو تريكه بيقول ابو الكابتن ابو تريكه بيقول لها كده في الحلم فعلا. والله هي اللي حكيت لي كده قالت لي انت هتجيب جون النهارده. كابتن ابو تريكه قال لها محمد هيجيب جون. فراحت صلت الفجر ونامت فما قالتليش قبل الماتش. ما حبيتش قالت لي امبارح. قلت لها طب ليه ما قالتليش؟ قالت لي لا ما كنتش عايزاك ان انا اقول لك على حاجه توتر وتشد. فاستغربت بصراحه برضه كانت عايزاك تلعب براحتك. دي حاجه من الحاجات اللي انا بستغربها يعني سبحان الله في حاجات بتحلم بيها فعلا بتتحقق. ده بيدل بيدل احنا عايزينها على التليفون معانا. ايهاب يا جنيد يا ريت تجيب والده قفشه على التليفون عشان برضو قفشه دي ليها علاقه بوالده قفشه. نامت بيناموا حد الساعه 11. طب هي مش عارفه ان في النهارده سهره مع هي اكيد صح بس ممكن يعني اكيد اكيد بتتفرج يعني اكيد بتتفرج على ابنها يعني بيصحوا بدري يعني بيصحوا بدري. طب ده بيدينا كمان يعني بيدينا كمان قد ايه الماتش ده كان مهم للناس كتير يعني اهلك واصحابك وحتى الناس اللي قريبه منك كانوا بيحلموا بحاجات يعني ان احنا نفوز بالبطوله او النادي الاهلي يفوز بالبطوله بمعنى اصح. تفتكر ده جزء كان موتركم شويه؟ والله يعني احنا ما كناش بننام. والله يا كابتن احنا ما كناش بننام في الملعب كان في شويه توتر شويه. طبعا يا كابتن مش يعني كان ده باين عليكم في الملعب شويه؟ طبعا لا كنا متوترين وخايفين على خايفين عايزين نكسب خايفين ان احنا نخسر الجماهير تزعل. شوف النهارده يا كابتن لما ربنا كرمنا وكسبنا كل الناس مبسوطه. الواحد بيمشي في الشارع عايز يرقص ويغني ويسلم على الناس لحد دلوقتي وحياه ربنا لحد دلوقتي لحد دلوقتي الناس لسه باعلام الاهلي ولسه طبعا طبعا فرحه بطولة كبيره بطوله تاريخيه وبقى لنا 7 سنين الاهلي ما خدهاش. لا بس القلق ده كان اكتريته قبل الماتش ما يبدا ولا في وسط طول الاسبوع ده اسوء ايام الايام اللي بنعمل فيها مسحه. طبعا مستنيين يا كابتن يعني انا مثلا بنام الصبح هعرف المسحه. تخيل يا كابتن لو انت صاحي الفطار الدكتور قال لك ما تطلعش من الاوضه انت عندك مثلا قدر الله موقف نفسيا يا كابتن ده متعب دي. يعني هو اكتر ما هو مرض او متعب سواء برد او الكلام ده كله بس هو نفسيا مش حلو. طب انا عايز اسالك في النقطه دي حاجه لما اتعرف بقى من مسحه الكاف قبل ساعات قليله جدا من المباراه النهائيه ان وليد مش هيشارك ديانج مش هيشارك وطبعا صالح جمعه ربنا يشفيهم يا رب الثلاثه ويشفي ابن وليد كمان سليم حبيبي قبل انتوا خلاص يعني عرفتوا ده على غفله بالظبط ده الترتيب اوراقكم اتغير انتوا بقى كلعيبه بينكم بين بعض كلامكم اتغير ايه اللي دار ما بينكم ان وليد مش هيلعب ديانج مش هيلعب بالظبط اللي هي المشكله كلها اللي اصلا الكابتن وليد وصالح كان عندهم يا كابتن هاني قبل الماتش فاحنا كل عاملين اللي هم لما يعملوا المسحه ان شاء الله يبقوا ايه يبقى سلام ما توقعناش يعني ديانج ما توقعناش ما مش في دماغنا احنا قلنا يا رب احنا كل دعواتنا ان احنا كل الناس تطلع سليم طبعا فاتفاجئنا هو ديانج يا كابتن يعني احنا بالليل هو حس بحاجه فقال للدكتور فعرفنا الصبح خلاص يعني عمل مسحه ثانيه قبل مسحه الكاف كان حاسس بالظبط عمل مسحه الكاف فبعد كده بقى عرفنا بقى اللي ديانج مش هي بس والكابتن وعرفنا اللي كهربا بقى كويس وجي معانا التمرين ودخل معانا المعسكر وبقى معانا في الماتش فهنعمل ايه يعني في ظروف واتحطينا فيها واحنا كابتن بقى حسينا بقى بالموقف اكتر لما الناس بتروح مننا احنا حتى هم بيقولوا في لعيبه اللي هي بتلعب في الاهلي من زمان
يقول لك احنا نادي الاهلي في المواقف بيبان فينا الرجاله بيبان. هو دي مواقف الرجاله. فده فعلا اللي حصل. كنت متابعين كمان الحالات في نادي الزمالك يعني؟ كنت كمان انا كنت شخصيا متابع كده. يعني كنت بتعرف برضو مين في نادي الزمالك، مين الناس اللي يعني ربنا طبعا يشفي الجميع، مين اللي جاله كورونا. انا عرفت كمان، انت عارف حضرتك عبد الله كمان لعب معانا في انبي حضرتك. فانا كلمت عبد الله اطمنت عليه واتكلمت الونش اطمنت عليه، بس اوباما ما عرفتش اوصل له يعني، كنت عايز اطمن عليهم بس. لكن طب دي روح جميله والناس لازم تعرف الكلام ده يا مجدي، عشان انت عارف الناس والشحن اللي داير حوالين مباراه القمه. اكيد نادي الزمالك قدم مباراه جيده، ولازم الناس دي تعرف ان حتى مجدي قفش من خلال المعسكر لما عارف ان الونش يعني جاله فيروس كورونا بيحاول يتصل بيه بيطمن عليه. فهي دي كمان يا جماعه الروح اللي عايزين ننقلها او نوصلها لكم، ان لعيبه النادي الاهلي والزمالك هي دي الروح اللي ما بينهم. فما فيش داعي لكل ما يثار بعد يعني التحفيل ومش التحفيل، كل ده بره بعيد تماما عن الرياضه بشكل عام يعني. صح كابتن، انا معاك طبعا في النقطه دي. احنا طبعا كابتن كلنا كمان اصحاب يعني. انا مثلا انا وطارق حامد في المنتخب كل يوم انزل صوره انزل صوره احنا اصحاب. طارق امبارح في الماتش عمال يضرب فيها في الملعب ويموتني، وانا اضرب ده دي دي ده بس خلصنا الماتش خلاص احنا اصحاب جوه الملعب. انا مش هرحمك لان انا عايز اكسبك طبيعي، انا عايز النادي الاهلي يكسب وعايز فريقي تكسب. فالطبيعي حتى لو بلعب يعني لو اخويا او ابويا بيلعب ضدي انا هكسب اخويا وابويا اكيد، دي كوره. لكن هطلع بره الملعب لا، انت اخويا وصاحبي واحترمك ونحترم بعض وكل حاجه. فلازم الناس تبقى عامله الحته دي يعني. انا عبد الله اعرفه من زمان يعني، نفس الكلام الونجي كان معايا في المنتخب صحيح. يوسف اوباما برده كان معايا، زيزو كان معايا يعني، في لعيبه كتير في الزمالك كانت معايا اعرفها. فلا احنا اطمنت عليهم بصراحه، ولحد دلوقتي يعني بكلم عبد الله والونجي كمان عشان اطمن عليهم. دي روح طيبه. طب تاثير غياب وليد سليمان، هو كابتن وليد اصلا ان هو يبقى موجود معانا حتى لو مش هيلعب، ده لينا احنا، شرف لينا يعني. كابتن وليد قيمه كبيره ومن الشخصيات المحترمه وتاريخ كبير في النادي الاهلي. فانا شخصيا انا بعشق كابتن وليد يعني، من الناس اللي بحبها جدا وبحبه يبقى موجود يعني. قاعد جنبه في الاوضه دايما بحب اتكلم معاه وبحب اسمع منه على طول، بسمع من الكابتن وليد وبتكلم معاه بصراحه. طبعا من الشخصيات اللي انا بحبها. طبعا بنحب وليد، ويعني على مستوى القياده الحمد لله رجع النهارده يا كابتن. رجع سليم النهارده. ايوه الحمد لله. الحمد لله صحينا يا فندم. يلا صحينا بتضحك علينا. والدتك صحيه وبتتفرج هي واخوك. اخوك اسمه ايه؟ طه. الكبير ولا الصغير؟ هو الكبير. انا هو الكبير. ازيك يا ام محمد؟ الله يخليك. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله. مبروك مبروك يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي. ازاي حضرتك؟ الف مبروك عليكي والف مبروك على محمد. منورنا والحمد لله. الحمد لله دعواتكم ليه؟ دعوات حضرتك. لا دعواتك. دعوات حضرتك انت والله. انتوا نفسكم معانا برضه. لا يا حبيبتي احنا كلنا كنا بنقول يا رب يا حاجه يعني، ما كناش بنقول غيرها. كلنا قاعدين تحت رضا ربنا علينا كلنا. صح ونعم بالله يا حبيبتي. ونعم بالله. دعواتك لمحمد، وكان بيكلمنا كمان على حلمك الجميل انك يعني يعني كمان انت بتفكري ومشغوله جدا بمحمد لدرجه بتحلمي له، وهو قال يعني ان هو اتصل بيك وقلت له انا حلمت ان انت جبت جون وما رضيتيش تقولي له قبل الماتش، يعني ما حبيتيش تقولي له الحلم ده قبل الماتش. عاوزاه يعني ما يتوترش ويبقى في قلق كده يلعب، وربنا ان شاء الله معاه ان شاء الله يعمل اداء كويس. حبيبتي ربنا يكرمك ان شاء الله. يخليهم لك كل ماتش تجي له رؤيه ليه حلوه. هو ايده ممدوده بالخير وكويس وقلبه ابيض كده، وربنا الحمد لله ينوله كل حاجه حلوه هو بيتمناها. يا رب يا رب يا حبيبتي، طول ما هو راضيكي هينول كل حاجه حلوه. لا الحمد لله محمد ربنا يرضى عليه ويزيده كمان وكمان يا رب. انسان كويس ومحترم والحمد لله، بيحب اي حد، بيحب الصغير والكبير. صحيح باين عليه وجدع قريب والله. الحمد لله. هو عايز اسالك يا محمد اللي بقى طريقته وهو الصغير وبيلعب الكوره وحب للكوره ده، انت حضرتك لاحظتيه امتى وهو في سن قد ايه؟ يعني احكي لي كده تفاصيله وهو صغير وعشقه للكوره دلوقتي. هو كان عنده حوالي 4 سنين وكان عاشق الكوره هو وطه. عشان والدهم برضو كان بيروح على طول بيلعب، وهو كان الحاج بقى بياخده معاه في كل حته وكده. محمد بقى اتعلق بالكوره ودماغه بقت كل حياته كوره هو وطه الصراحه. مش خايفه عليه من الدراسه انه يبعد عن دراسته، لان يعني مرت علينا الكلام ده. والدتي كانت بتقول لي يا ابني مالك ومال الكوره، ما تروح يا ابني مدرستك ودراستك. والله قلت بس هو كانت حياته الكوره محمد.
حقيقي كانت حياته الكوره، ما كنتش اقدر امنعه عنها. طب وطه ولا محمد في الكوره؟ هما الاثنين طبعا. طه بيلعب ايه؟ كل بيقول طه. لا ما بيلعبش في نادي. لا عارفه بيلعب مركز ايه؟ لا هو ما لعبش 11، هو بيلعب خماسي مع اصحابه كده ودورات كده مع اصحابه. هو لعيب كويس والله. طب ليه ما شدتوش حتى؟ كان طه في التعليم اكتر مني. اوكي. لكن انا كنت بتاع مشاكل بقى وكوره وبتاع. طب ليه حاجه ما عملتلوش كبده جملي امبارح كان عايز ياكلها، ما عملتيهاش ليه؟ بص هقول لحضرتك. قولي لي يا حبيبتي. ما كنتش في وعي خالص. وربنا اللي يعلم بيا الساعة بتاعت الماتش ديت بتاع الشوط الثاني، معرفش عدت عليها ازاي. كنت حاسه بنفسي خالص والله. كلنا كنت بعمل ايه؟ كل اللي الحمد لله كنت بعمله ان انا متوضيه وبصلي وبسجد لربنا. بس ما تابعتيش الماتش؟ ما شفتهوش ولا ما شفتهوش؟ بتقولي كنت قاعده في الجنينه حبيبتي. كنت قاعده بره بقى. وبصي حضرتك انا الدموع دي ما بطلتش تنزل. كانت الدموع بتصحى كده وبعيط وربنا اللي يعلم. جيت اول ما الجون جه سجدت لربنا وما كنتش عاوزه اقوم من الارض. لا الحمد لله حاجه. بس عملتيها له الصبح يعني الحمد لله واكلها الصبح. ما اكلتهاش؟ لا اكلتها برضه. لا بيقولوا لي بجد والله. مش هي برضه اللي عامله لك؟ بيقولوا لي معلومات مغلوطه. هو حضرتك يا حاجه دايما ما بتتفرجيش خالص على محمد وهو بيلعب، ولا الماتش ده بالذات يعني كان ماتش كبير فما حبيتيش كده؟ والاجوان بتيجي في الاول واعرف خلاص ان الحمد لله كده. عايزه الجون تطمن. عايزه تطمن. الماتش مشدود، ابص تلاقي قلبي بقى يقعد يدق كتير. ما بستحمل صحيح والله، بستحمل اقول لا انا وابو طه عندنا بقى يقول لي ما تعصبنيش خليني هادي كده. ابويا بتاع كوره والله. بيقعد يتفرج بيتوتروا. ابويا لو انا ضيعت انفضح يقوم يزعق ويتشد، ولو جبنا جون يقوم يفرح ويرقص. هو طه كوره طبعا كويس. مش عندنا العيله كلها اهلاويه. تالته شمال. لا اصل ابويا كمان بيلعب كوره. يعني عارف كوره. بيلعب لحد دلوقتي ويروح يلعب مع خماسي والله لغايه دلوقتي. ما شاء الله لحد دلوقتي مع اصحابه بيجري كده. حلو قوي. رد فعله ايه برضه يا محمد؟ لا انا لقيت واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي انت فين؟ قلت له انا جاي لكم البلد. خلي اصحابي كلهم. بيقول لي تعالى الحق ابوك. بقول له ماله؟ قال لي عمال يلف البلد. هو اللي بيجري. العيال شايلينه. هو عمال يلف البلد. عمال يلف البلد. طبعا. يوم ما رحت الاهلي يا كابتن انا اتفاجئت. انا ابويا يعني في حاله، يعني هو طيب كده يعني طاق شغله من البيت ما بيتكلمش كتير والكلام ده كله. فاتفاجئت يوم ما رحت الاهلي بقول لهم بتعملوا ايه؟ قال لك ابوك بيضرب صواريخ. ابويا مين؟ بيحتفل. بيضرب صواريخ. بيحتفل. بيضرب نار مثلا. ما في انا ما اتوقعش اللي هو يعمل كده لان هو هادي يعني. لا بقيت اتفاجئ. ما توقعتش ان والدك هيعمل بيعمل. مستحيل يا كابتن. انا ما انا عايز اشوفه بقى. لقيتهم هم بقى مصورينه وبتاع. اتفاجئت. طب طه حبيبتي. معانا طه؟ اخو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك يا طه. الله يبارك فيك يا كابتن هاني. الله يبارك في حضرتك. يعني بنقول لك مبروك وبنقول لك طبعا اكيد فخور باخوك الصغير اللي يعني عمل بطوله كبيره جدا جدا جدا، وان شاء الله المستقبل لسه قدامه ان شاء الله باذن الله. اكيد طبعا كابتن هاني فخور بيه طبعا وبدعي له على طول ربنا يوفقه باذن الله. يا رب. ما لعبتش كوره ليه؟ الحمد لله يعني هو بيكمل المشوار بتاعنا. طب والدتك حلمت ان هو هيجيب جون، انت بقى ما توقعتلوش حاجه؟ ما قلتلوش حاجه قبل الماتش؟ لا انا على طول بكلمه قبل الماتش والله وبحفزه على طول وبقول له ان شاء الله انت لعيب كبير وعندك كتير وهتيجي معاك على طول. الكره كانت دايما تيجي في العارضه. بقول له ان شاء الله هتيجي معاك وبحفزه ان شاء الله على طول الحمد لله. طيب انا بشكرك جدا يا طه. شكرك يا طه وبقولك مبروك. وانا عارفه احساسكم يعني احنا كجماهير واحنا بنتابع الماتش في اي حته كنا بنتابع الماتش احساسنا وكان عامل ازاي. ما بالك بقى الاسره، ما بالك بقى العيله، يعني اقرب بقى يعني اقرب ناس من اللاعب يعني ايا كان. فربنا يكون في عونهم وكان في عوننا الحمد لله رب العالمين. خلص على خير وتم تتويجنا في اللحظات الاخيره زي ما بيقولوا. انا هطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع لان في حد يعني عزيز علينا طالب اغنيه الاهلي كيان، فاحنا هنسمعها في البيت الكبير ومكملين معاكم في البيت الكبير. رجعنا مع حضراتكم ونجمنا الكبير محمد مجدي قفشه صانع السعاده. نرحب بيك تاني محمد. ودايما الاهداف ليها بريق خاص وخاصه الاهداف الحاسمه. يعني الاهداف الحاسمه انت كان ليك دور
كمان اعتقد مباراه الهلال السوداني كان الهلال السوداني الماتش اللي كنا احنا لازم نكسب عشان نصعد. بالظبط كان برضو واحد واحد. الهدف الحسم وكمان يعني الهدف الاغلى في حياتك لغايه دلوقتي زي ما انت بتقول يعني هو طبعا ان شاء الله. كنت بتكلم انا وانت على كاس العالم للانديه كنت بتناقش معاك وانت قلت لي طب لو يعني بالظبط يعني كمان ده طموح حلو قوي وطموح كمان يخلينا ان شاء الله باذن الله نستعد بشكل كويس قوي لكاس مصر. انت عارف عندنا مباراه في كاس مصر مباراه مهمه ووارد جدا ان احنا نقابل كمان نادي الزمالك يوم 5 ديسمبر. فالخطوات اللي جايه ازاي وطموحاتك على المستوى دلوقتي بنتكلم على المستوى المحلي كاس مصر بنتكلم على مستوى الافريقي السوبر الافريقي ومستوى عالمي كاس العالم الانديه. هي دي بقى كابتن احنا ان شاء الله مركزين اللي احنا اهم حاجه بس ماتش بعد بكره ده اللي هو بعد يوم الثلاث بعد يومين ان شاء الله ماتش اتحاد السكندري يعني احنا عايزين نكسب ان شاء الله ونشوف بقى اللاعب مين يعني سواء الزمالك او الجيش الفرقه اللي هتكسب بس بامر اللي احنا مركزين على البطوله دي ناخدها بعد كده هنخش على السوبر اللي هو الافريقي. انت عارف تقريبا يا كابتن بعد كده الدوري هيبدا طبعا 2 ديسمبر هيبدا 2 ديسمبر وانت عندك ماتش يوم 5 كمان مع الزمالك بالظبط والنهايه اللي هو السوبر الافريقي يوم 10 11 ديسمبر ده يوم لا يوم 10 يوم 10 وان شاء الله طبعا كاس العالم يعني انا امنيه حياتي من انا تقريبا كاس العالم مش عارف الاهلي لعب اخر مره 2006 تقريبا لما خد بطوله افريقيا كابتن ولا لعب صح يعني لا الاهلي لعب دي جاب فيها جون فاول السادس مره اللي ابو تريكه جاب فيها جون فاول ده كان في اليابان اعتقد في اليابان انا الماتش ده كان تقريبا بالصبح بدري حاجه زي كده عشان كان فات التوقيت بالظبط كده انا كنت بتفرج على الماتش ده انا واصحابي على القهوه ما رحناش المدرسه واتفرجنا على الماتش الساعه 7 الصبح والله العظيم انا امنيه حياتي ان انا العب كاس العالم للانديه لا ان شاء الله ما خلاص يعني خلاص ان شاء الله هتلاعب البايرن يا عم يا رب ان شاء الله ايه رايك في البايرن كسب برشلونه 8 احنا مالنا احنا قليلين ايه عفشه لا جد ان شاء الله قليلين عفشه احنا كسبنا روما وكسبنا ريال مدريد وكسبنا برشلونه لا برشلونه غلبنا منها فلا لا لا ان شاء الله نعمل بطوله كويسه الله اعلم ممكن ما نلعبهمش ممكن نلعبهم في النهائي يعني ربنا يكرمنا نكسب ونلعبهم في النهائي انت عارف ان الاهلي حصل على البرونزيه المركز الثالث يعني بالظبط يعني ان شاء الله طموح جديد وامل جديد طبعا يعني. نفسي والله يا كابتن انا نفسي البطوله دي تبقى دلوقتي يعني نفسي حاسس عايز العبها عايز اسافر عايز اشوف اللعيبه دي عايز العب دوم لان اللعب مع الناس ده هيبقى احلى وامتع واسهل هيبقى اصعب عكس احنا الدوري المصري حضرتك عارف طبيعي تنشنه وجري وقوه ومان تو مان لا بره ما فيش الاوبشن ده يعني ميسي ورونالدو ما لعبش عليهم مان تو مان بس بيبقوا واخدين بالهم منهم اللي هو اللعيب ده جالك انت خده انا مش هجري ورا واحد الملعب كله عندنا احنا فيه الكلام ده يعني في مصر تلاقي ممكن لعيبه يلعب على 90 دقيقه يعني في ماتش الترسانه في الكاس بلعب ديفندر كان شيبي ماشي وراك على طول فاول 10 دقايق بقول له في ايه قال لي المدرب قال لي قفشه مان تو مان قلت له طب انت كده مش هتظهر انت كده الماتش اللي انت المفروض بتلعبه ضد النادي الاهلي اللي انت المفروض هتتصيد وانت كده كده يعني بنسبه كبيره انت بتلعب الاهلي فانت خسران مع كل احترام ليهم طبعا يعني احترام بس يعني الفرق اللي بتيجي تلعب الاهلي في الكاس اللي هي الترسانه وابو قير بيبقوا جايين بنسبه كبيره ان هم يعني مش هيكسبوا النادي الاهلي اما بقى لو حصل عندهم امل لكن هو بالنسبه له مباراه يتشاف فيها بالظبط كده فلقيته بيلعب فبقول له طب انت كده مش هتشاف. فالمهم من هنا فضلت ايه اثبته واريحه في الكلام لحد الحمد لله ما بعد عني بقى بس هو ده المطلوب كنت ماشي على الحته دي نيمته يعني طيب وبدا حتى هو بدا يظهر بدا يلعب بس اداني واحده هي في الاول فعشان كده بدات بقى ايه اخد واحده واحده لحد انت جاي انت جاي لي بقى انا حوار المان تو مان ده انا عارف صعب في مصر متعب مش موجود في العالم يعني بالظبط كتير بصراحه انت لحقت تابع الصحافه العربيه والافريقيه اتكلمت عن الانجاز او الحلم اللي حققه النادي الاهلي امبارح ولا ما لحقتش تقرا ويعني خلاص كنت بتحتفل بس كنت بتحتفل حتى ما عنديش غير الانستجرام فانا كنت قافله بقالي اسبوع اصلا يعني لسه حمدي كان قايل انا قبل اي ماتش كبير بشيله خالص من على التليفون حتى لو تقريبا كل اللعيبه التزمت حتى لو مفيش تعليمات جات لك مثلا من كاب ساده بس انت من نفسك النادي الاهلي التزموا كلهم النادي الاهلي ما فيش حد يعمل حاجه اجباري لا بس بياخد رايكم بس تعمل الصح يعني انا كابتن سيد مثلا مش هيجي يقول لي قفشه ما تطلعش النهارده لا هو يجي يقول يا جماعه ما حدش بيطلع النهارده في الاعلام بس لكن ما بيقولش لحد معين اجباري لا الكابتن بيخلي كل واحد يعمل الصح ايه الحاجات اللي احنا لازم نمشي عليها واحد قصاد واحد يساوي اثنين صحيح لو واحد غلط في لائحه بالظبط لو ما غلطش يبقى انت ماشي مع الفرقه بس فهو دايما يعني ما حدش بيعمل حاجه غصب عنه بالظبط كده طيب دي فرصه ان احنا نشوف معاك بقى والساده المشاهدين ماذا قالت الصحافه العربيه والافريقيه عن هذا الانجاز التاريخي في تاريخ النادي الاهلي
حظي لقاء القرن الذي أقيم بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي أمس في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي انتهى بفوز المارد الأحمر 2-1 وبالتالي الظفر بكأس الأميرة السمراء، حظي باهتمام العديد من الصحف والمواقع الإخبارية الرياضية في إفريقيا. وبطبيعة الحال كانت أكثر الصحف احتفالا بفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والإنجاز الذي حققه على حساب زمالك هي صحف جنوب إفريقيا التي احتفلت بمواطنها بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي الذي قاد الأهلي للفوز باللقب التاسع في تاريخه. قالت صحيفة ذا سيتيزن عن انتصار الأهلي وتتويجه باللقب: بيتسو موسيماني يقود النادي الأهلي إلى مجد دوري أبطال إفريقيا. أما صحيفة تايم لايف فكان عنوانها: بيتسو موسيماني يقود الأهلي إلى المجد، بينما كان عنوان نيوز 24: بيتسو موسيماني يصنع التاريخ ويحقق اللقب للمرة الثانية. وقالت الصحيفة إن موسيماني هو المدرب الثالث على مستوى القارة الذي نجح في الفوز باللقب الغالي مع فريقين مختلفين، حيث حقق الأول مع صن داونز والثاني مع الأهلي، والطريف الأمر أن المرتين كانتا على حساب الزمالك. وقالت صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز مع صن داونز على حساب الزمالك في نسخة 2016. وأشارت الصحيفة إلى أن موسيماني أصبح المدير الفني الأجنبي الثانية في تاريخ النادي الأهلي الذي يتوج باللقب القاري بعد البرتغالي مانويل جوزيه، والذي حقق اللقب في 4 مناسبات. أما بالنسبة للصحافة العربية وتحت عنوان الأهلي بطل القارة على حساب الجار الزمالك، أشار موقع جوهرة اف ام التونسي أن النادي الأهلي حقق الفوز على الزمالك في الوقت القاتل، وأنه نجح في فك عقدة استمرت 7 سنوات منذ آخر تتويج عام 2013. وقال موقع فوت 24: النادي الأهلي يضيف النجمة التاسعة، مشيرا إلى طريقة التي لعب بها الأهلي المباراة وأنه حقق فوزا صعبا على منافسه التقليدي. واهتمت الصحافة أيضا باللقاء، حيث وصف موقع اليوم 24 تحت عنوان الأهلي يتجاوز عقبة الزمالك ويتوج بلقب دوري الأبطال المباراة بالتاريخية حيث جمعت قطبي الكرة المصرية، وأن رفاق بدر بانون نجحوا في التتويج بلقب أمجد الكؤوس بالقارة السمراء في الأنفاس الأخيرة بعد أن كانت النتيجة تتجه إلى التعادل. بينما عنوانت صحيفة هاسبريس الحدث قائلة: الأهلي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك. صحيفة الصباح التونسية تحت عنوان التاسعة للأهلي قالت إن المارد الأحمر استعاد السيطرة على القارة الإفريقية من جديد تتويجا باللقب للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي في لقاء قوي ومشوق. أما صحيفة الشروق فكان عنوانها الأهلي بطل إفريقيا للمرة التاسعة، وتحت عنوان الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بكأس إفريقيا التاسع، أشاد موقع القدس العربي بأداء الأهلي في لقاء القرن ضاربا غريمه التقليدي بالضربة القاضية. إنجاز كبير بيحققه الأهلي بعد مشوار طويل في البطولة وبعد غياب 7 مواسم على التوالي. أنا يعني بحييك مرة تانية، لأن والتقرير حتى يمكن بتلعب دلوقتي وهو بيتكلم أنا عملت وكذا وصن داونز كذا. أنا حسيت إن محمد مجدي أفشة عنده اعتزاز بنفسه قوي وفخور قوي بالإنجازات خاصة اللي بحققها لحد دلوقتي مع النادي الأهلي. أنت بقالك مع النادي الأهلي سنة، حققت 3 بطولات ما شاء الله، ولسه في بطولات منتظرة كمان. فأنا عجبني اللغة دي، لغة وأنت بتتكلم عن نفسك أنت فخور بنفسك لأن أنت موهوب. وأفتكر كمان أن أنت عندك إصرار أن أنت تعمل حاجة، تكتب تاريخك بإيديك مع النادي ده، وده اللي أنا نفسي أعمله. فعجبني طريقتك جدا في الكلام، أنا بتكلم بجد، عجبني فخرك أو اعتزازك بنفسك يعني ببطولاتك. هو عنده أكيد ثقة في نفسه جدا واضحة. على فكرة ده شيء مهم يعني، وفي يعني في شعر كده ما بين الثقة والغرور. لا 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 مش غرور خالص، لا ما قلتش غرور، لا بقول لك انت في شعر بين الثقة والغرور. يعني هو ما شاء الله، بقول لك لا اصل انا مربيه قد كده
هو نبالغ كده. شخصيته بعيده تماما عن الجزئيه دي. الجزء الثاني لسه بنتكلم انه النادي الاهلي، وده يعني بكرر الكلام لان دي حقيقه، النادي الاهلي اي حد بيلعب في النادي الاهلي بياخد بطولات. محمد بقاله سنه واخد 3 بطولات، ان شاء الله كمان 3 بطولات يبقى 6 ان شاء الله. وكمان على مستوى التاريخ الشخصي ليه ان شاء الله يكتب اسمه في تاريخ افريقيا كلها، لان بنتكلم ان هو ان شاء الله مرشح ليكون احسن لاعب في افريقيا ان شاء الله، من خلال الارقام، من خلال الاهداف اللي احرزها. فان شاء الله نتمناها ليك يا محمد، لانك انت تستحق، وان شاء الله باذن الله نبارك لك كمان على تايتل شخصي ليك يرتبط بيك ويرتبط باسم النادي الاهلي كمان ان شاء الله. ان شاء الله. انا دايما الكابتن سيد والكابتن سامي يعني بقالهم من ساعه ماتش وداد في البلاد، فلما جبت الجون وخدت احسن في الماتش، فكابتن سامي جالي قال لي انت هتاخد احسن لاعب في افريقيا. كابتن سامي قمصان. كابتن سامي قمصان. كابتن سيد نفس الكلام. حتى امبارح في الماتش بين الشوطين كابتن سيد قال لي قفشه لازم تفوقنا، لما هتفوق هنكسب. صح. لازم انت هتاخد احسن لاعب في افريقيا، تحسب الفرقه. سبحان الله ربنا كرمني جبت جون. يعني فالكلام اللي كابتن سيد يقوله لي او كابتن سامي دي حاجه يعني بتعليني نفسيا وبتعليني انا بحب ده يا كابتن هاني. انا بحب الكلام ده. أنا لا ما بيخلينيش اتغر ولا اعلى، لا انا بنزل عشان اتمرن كويس. بالظبط بالظبط. انا بحب اتحط تحت مسؤوليه، احب ابقى في ضغط، احب حد يتكلم معايا، ما احبش ابقى احس كده ان انا قاعد لوحدي، اللي انا مش عايز دايما انا مش لاعب وخلاص. بالظبط. لا عايز الناس كلها تكلمني، عايز ابقى صاحب الناس، عايز اضحك، عايز اهزر، بس بحدود يعني. اكيد مش الحدود. يوم الماتش ده عندي احب انا ابقى هادي كده قاعد لوحدي، ما احبش اتكلم كتير، اركز في الماتش، اشرب مثلا حاجه، بس حتى لو ضحكت او هزرت بس في الهادي يعني. بس مش بس الكلام اللي بيفرق معاك برضو، وان كابتن سامي جالك بنفسه وقال لك كده، او كابتن سيد عبد الحفيظ، او حتى موسيماني يعني هو مؤمن جدا بيك، لكن كمان وانت بتكلمنا برضو تحت الهوا عن حضن كابتن محمود الخطيب وهو بيسلمك الميداليه في النهائي، وانت بتقول لي لا ما هو ما قاليش حاجه، بس حضنه ده حسسني ان هو عايز يقول لي كلام كتير، بس هو يمكن مقل في الكلام، حتى كلامه لما بيطلع بيبقى فيه رساله يا جماعه. ده حضن كابتن محمود الخطيب وتاثره، ويمكن حتى دموعه اللي اخذ باله حتى من اللقطه بتاعت امبارح، دموعه نزلت في النهائي وهو بيتوج بلقب ابطال افريقيا. كلمني بقى عن الحضن ده واحساسك بيه ايه، وكان عايز يقول لك ايه؟ طيب هو كان عايز يقول لك ايه؟ حسيت ايه؟ كان عايز يقول لك ايه في الحضن ده؟ انا ما ركزتش واحنا طالعين ناخد الميداليات اللي احنا هناخد الميداليات، انا مفكر كابتن ان في حد ايه هيجيب لكم الميداليه هيدهنها. لا بس ده عشان عشان الكورونا وكده. فانا كان نفسي كابتن محمود الخطيب اللي يسلمك الميداليه. فالمهم انا رحت واخد الميداليه، فهم قالوا ما تسلمش على حد، فانا جيت عند الكابتن عايز اقول له مبروك، لقيته هو بيمد ايده ومد انا ايدي كده سلم، راح شددني وراح واخدني في حضني. هو ما قاليش حاجه وقال لي مبروك بس، لكن انا وهو بيشدني وهو بياخدني انا حسيت احساس حلو. طبعا راحه نفسيه، انبساط، واحد مبسوط يعني، حاسس ان انت عملت حاجه كويسه، فهو عايز يقول لك حاجه بس مش بالكلام، هو احساس. حسيت انه بيقول لك مثلا شكرا يا قفشه، يعني عند حسن الظن، كان عندي ثقه فيك وانتوا طلعتوا رجاله. هو احساس احساس القائد يعني. الحمد لله. لا انا بحب كابتن بصراحه يعني. طبعا. على المستوى الشخصي انا بعشقه بصراحه يعني، من الناس المحترمه الهادي، خلق يعني فنيا بقى، وهو بيلعب كوره كل الناس انا ما شفتوش بس كل الناس بتتكلم عليه اسطوره. لكن انا بحب كابتن شخصيا يعني، بحب كابتن محمود جدا. كلنا اقامه كبيره جدا جدا. وبتتكلم على احلامك يا قفشه، واعتقد كمان من احلامك المشروع انك تحترف على المستوى الاوروبي. حابب البوندسليغا ولا البريمير ليج ولا تروح؟ بحب الدوري الانجليزي. طب ماشي يعني، نفسي في الدوري الانجليزي. نفسك تلعب في الدوري الانجليزي؟ كابتن بحب انا القوه والسرعه دي والحاجات، بيبقى في لعب كوره اسرع، بحب الكره السريعه. مش شايف الدوري الانجليزي دوري صعب على النواحي البدنيه، خاصه كل لاعبتنا اللي راحوا الدوري الانجليزي كانوا مروا بمحطات قبليها. بالظبط. فمش شايف ان النقله من الدوري المصري نتمنى طبعا احنا طبعا نتمنى على مستوى حتى يخرج من النادي الاهلي لاعب يلعب في البريمير ليج، ده شرف للنادي الاهلي وشرف ليك. لكن الخطوه ديت مش شايف انها بتبقى صعبه، ولا انت حابب، ولا انت شايف نفسك في البريمير ليج؟ انا بحب يا كابتن يعني. يعني انا مثلا وانا صغير كنت دايما اقول للوكلاء انت ليه عايز توديني اختبارات؟ انت ليه عايز تاخد سي في وتديه لحد؟ انت ممكن تكلم النادي في لعيب كذا كذا، لو هم عايزين اللعيب ده، اللعيب ده يروح اسبوع يلعب ماتشين يشوفك. يشوفه في الملعب. لكن السي في ده انا لما اجي اعمل سي في هعمل ايه؟ العب 10 ماتشات هطلع ال10 تجوان اللي جبتهم،
حقيقي. بقول لك ادي الفيديو، اما انت ما شفتنيش تاكل كويس، ما شفتنيش بباص ازاي، ما شفتنيش باجري ازاي، شفت؟ فاي حد بيعمل فيديو يا كابتن دايما بيديك الحاجات الكويسه. فانا لا نفسي اروح مكان، يعني ربنا كرم رحت اروح اجرب، يعني العب يعني عندك استعداد تروح ترايل، يعني تروح تقول لهم انا موجود ومجرد حتى شوفوني لمده شهر واحكموا عليا. انا امنيه حياتي بصراحه، يعني امنيه حياتي ان انا احترف، بس طبعا يعني من خلال النادي الاهلي. أكيد انا مش يا كابتن، انا مش ما بقولش كلام مش بتاعنا، بقول اللي في قلبي على طول. انا عارفك يا افشل، لو النادي الاهلي موافق وجالي حاجه انا موافق، لو النادي الاهلي لا انا وانا في ايه يا كابتن قلت انا مش هقول او لا، رغبتها هقولها، لكن النادي اللي ياخد القرار، ان ده مش حقي، ده انا بلعب في نادي، النادي هو اللي حقه عليا، اللي هو اللي يقول قراره فيا، لكن انا اقول رغبتي. لو جه سالني تلعب يمين ولا شمال اقول له يمين، لكن ما اقولش امشي ولا ما امشيش، ان النادي الاهلي اللي فضل عليا ونادي انبي اللي فضل عليا، فهم اللي يقولوا بعد ربنا او لا. لكن انت ممكن تتشاف بقى في كاس العالم للانديه بقى، وتبتدي بقى دوافع جديده وحوادث، المدرب يبقى عايز وتروح البوندس ليج، اروح الدوري الالماني بقى. لا انت ما شاء الله، يا ما شاء الله، يعني انا شايف انت عندك طموح، عندك طموح، عنده طموح، امكانياتك الفنيه تاهلك بصراحه يعني تلعب في الدوري الانجليزي، وخاصه دلوقتي الدوري الانجليزي مش على ايامنا احنا، ايامنا احنا يعني في التسعينات كان الدوري الانجليزي لازم تكون طويل ولازم تكون قوي بزياده ويبقى القوه، لكن دلوقتي شايف الدوري الانجليزي، شفت المان سيتي بيلعب ازاي، شفت ليفربول بيلعب ازاي، بيلعبوا كوره وفي مساحات. ها جارديولا اللي غير كل حاجه. انت بتحبه جارديولا؟ اه طبعا، اي فرقه بيمسكها انا لازم اشجع الفرقه اللي بيمسكها، هو رونالدو، اي فرقه رونالدو يلعب فيها لازم اشجع الفرقه رونالدو. اخص عليك. مش ميسي يعني؟ لا هو ميسي محدش يختلف عليه، يعني هو اللي بيحب ميسي، هو في امكانيات يا كابتن زي رونالدو مش هتيجي ولا يعني ميسي احسن من رونالدو. ما هو ده حاجه وده حاجه. طيب اه ماشي، لو ما يكرروش انا عارف انا لا، بس لو هنتكلم انت سالت السؤال هو المفروض يرد. لو هتكلم في كوره مش بدبلوماسيه، يعني لو هتكلم في كوره ميسي مالوش دعوه بحد، اللي ميسي موهبه بالظبط، لكن رونالدو كابتن لا، امكانيات كل حاجه. انا عايز يميل لعيب ممكن يجيب لي جون باي حته في جسمه. غير الموضوع بسرعه، غير الموضوع بالظبط. برشلوني جامد جدا طبعا، مساوي بس انا ريال مدريد يعني. ده طبعا يعني كلهم انديه كبيره، وناخد بقى كيان يعني. اتفضلي سامي. لا لا اتفضل. لا خلاص لا 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 والنبي ما يحصل. لا تحلف عليه. لا اتفضل. لا كنت هكمل كلامك على كلامه تاني على نفس القصه، ان انت طموحاتك ايه غير البريمير ليج؟ انت بتفكر الفتره اللي جايه هيكون فيها ايه؟ انا نفسي لو يعني لو مش هحترف كده، نفسي اعتزل في النادي الاهلي. تعتزل في النادي الاهلي؟ نفسي احقق كل البطولات، تنهي مشوارك ان شاء الله، نفسي اخد بطولات كتير في النادي الاهلي واعمل تاريخ، عشان لما ربنا يكرمني بعيال او اهلي او كده يفضلوا فخورون بيا. ده حاجه جميله، انا نفسي في ده حاجه جميله جدا. لو ماليش يعني نصيب اللي انا اروح اي مكان احترف او حاجه، برضه من ناحيه النادي الاهلي نفسي اللي انا العب في النادي الاهلي طول العمر. وانا قلت الامير توفيق الكلام ده، قلت له انا بمضي، انت جايب لعيب ممكن يلعب لك 10 سنين في النادي، ولو انت الله بتقول في لعيب كذا وكذا وكذا، انا بقول لك هلعب 10 سنين في الاهلي بامر الله ان شاء الله، ومش هتندم انك في يوم من الايام مضيتني النادي. قلت كده للامير؟ قلت له كده فعلا. وبفضل اقول الكلام ده 100 مره وهفضل اقوله. عايز اسالك سؤال، ايه الفرق بين أفشة فايلر وأفشة موسيماني؟ ايه اللي انت حسيته حتى يعني بينك وبين نفسك؟ لا فرق معاك قوي. هو في شخصيتي مفيش تغيير، في طريقه لعبي مفيش تغيير، بس في تغيير في الملعب. هو كل مدرب وليه تكتيك. هو كان يعني انا في فتره كنت بلعب، كنت حاسس الحته دي ناقصه. حتة كنت حاسس ان لا مع موسيماني انا بطلع افضل ما عندي، في حد اعاد اكتشافي مره تانية. ده اللي موسيماني ممكن أنا يكون عامله. مش مع فايلر لا ما كنتش وحش يعني مع فايلر. يعني انا في كل ماتشاتي كنت يعني لو ماتش وحش قوي كنت ببقى جايب نسبه كويسه. يعني انا دايما في كل الماتشات كنت يعني ما بعديش، يعني دايما 80% ميس باص. انا شايف شايف من وجهه نظري ان اول ما بتبدا تلعب بتلعب له ثلاثه وانت ناحيه اليمين ما كنتش واخد راحتك. انا ما اعرفش العب على الخط. انت غير انت كنت مربوط بالخط ولازم ترجع تساعد محمد هاني، وده مش ما بتعرفش تعملها. وانت عايز مساحات يعني صح. يعني فهي ديت يعني انا شايف ان كانت الفكره نفسها ما كانتش موفقه من فايلر، لكن على سهام بتتكلم ان انت اريحيه في الاداء، يعني لعبت براحتك واخد يعني عارف لما تكون لعبت في مكانك. بالظبط، هي دي الحته اللي انا بحبها، يعني الحته اللي انا عايز العب فيها، الحته اللي انا اتعودت عليها، اتحرك ازاي، باص ازاي، امتى باص، امتى هدي اللعب، امتى باص لورا، امتى باص للجنب، امتى العب لقدام، امتى شوت، فهي انا اتعودت على المكان ده. لكن مع مستر فايلر كنت دايما يعني بعيد عن الهاف رايت وكده، حتى لما كنت بلعب 10 كان في هو مش عايز 10 يا كابتن هاني
اللي هو الحريف هو مش عايز ده عايز 10 عشر اللي هو دايما فيرو التاني عشان الكرة التانية وانت بتدافع لازم تبقى جنب ديفندرات فانا دايما حتى لو حضرتك ايوه بس ده جزء جزء هو كمان يحترم عليه يعني ايوه طبعا لا طبعا هو جزء من واجباته هو مدير فني فلازم اقول له اللي هو هيعمل اللي هو يقول لي عليه هعمله حتى لو هعمل ايه ما انا ما بعرفش العب هاف رايت الفرقه محتاجه هاف رايت دي 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 بعيده خالص يعني الفرقه كابتن محتاجه هاف رايت اقول لا ما لا. كانش فيه ولا هاف رايت في الفرقه كل لعيبه مصابه ما اقدرش اقول لا مظبوط وانا لعبت واديت فيها سواء حلو او وحش بس اديت فيها عشان خاطر الفريق محتاجني فيها صحيح صحيح بس لكن ما اقدرش اقول لا لكن طيب. لا لا اتفضل 10 دي هي بتاعتك واحنا عارفينها يعني حتى انا ما حضرتك لعبت ما انا عارف لعبت 10 لعبت 10 كنت بديك مساحات تلعب زي ما انت عايز بس لما بلعب بالكعب تقول لي ما تلعبش بالكعب الكعب ده اللي كنت بتخنق منها بس يعني اكيد اتعلمت الكلام دوت ان في اوقات معينه ما ينفعش تخرج نفسك وتخرج فرقتك بكعب في الرجل لان خلاص يعني الموضوع ده هي العيب في الكعب ان هي لو طلعت وحشه او اتقطعت ومتدده لا في جميع الاحوال وحشه ليه لو جت كوبري وحلو الناس بتنبسط طيب عينا في مصر الموسم خلاص هيبدا موسم الدوري ويمكن بدا بعد مشوار طويل برضو عايزه اتكلم في فكره انت كنت بتتمنى انه يتم تاجيل يعني الدوري شويه كمان تاخد فيه راحه ولا لا ان لا يتم خلاص اللعب موسم جديد وندخل على طول يعني وانت لسه في الفورمه كان التوقيت ده يعني قريته ازاي اللي هو يعني بتاعت فتره الكورونا اللي هو لا مش فتره الكورونا اللي احنا داخلين عليه ان شاء الله موسم جديد يعني يعتبر خلاص يعني في اللي قبله ما فيش فرق كبير ما فيش ضغوط الضغط طبعا اللي فات ده مش زي اكيد اللي جاي يعني اللي جاي اكيد أصعب. اللي جاي اصعب طبعا اللي جاي اصعب فالفتره دي بقى الموسم الجديد بتستعد له ازاي ولا هتعمل ايه ولا بتفكر فيه ازاي احنا ما عندناش وقت اصلا تدربت انت عندك بكره مسحه ان شاء الله بالظبط كده وعندنا بعد بكره معسكر فما فيش اصلا وقت حتى احنا نعمل بدني او نعمل فتره تدريبات كابتن هاني ما فيش خلاص نلعب يوم واحد يوم خمسه يوم 10 يعني الدوري هيبدا فكله ورا بعض فاحنا ما عندناش لكن ما عندكش وقت تفكر بالظبط لكن احنا لا احنا عايزين ده احنا بنحب الماتشات بتجيب نفس وبدن اكتر من كل ده فاحنا عايزين ده على طول احنا جاهزين ومستنيين كل الماتشات فترات الاعداد هي اسوا فتره لعب الكوره خالص لما ياخدوا اجازه احنا خدنا في اسكندريه موتنا احنا في اسكندريه لا الفترات اللي بيريحوا فيها ويرجعوا تاني التمرين بتبقى فترات صعبه بالزبط. لكن كمان قفشه يعني عايزين يعني كل الناس ما شاء الله يعني فخورين باللي انتوا عملتوه فخورين بالانجاز اللي انتوا عملتوه كلعيبه الوعد اللي انتوا وعدتوه لنفسكم حققتوا الوعد دوت ثقه الناس كانت في محلها ثقه مجلس الاداره ثقه كابتن محمود الخطيب كانت في محلها مشوار طويل قوي بطوله افريقيه تاريخيه بقى لها سنه واكتر من 3 شهور بتحققوها بشكل اكتر من رائع عايزك تقول لي رساله بقى طالعه من قلبك قفشه للجماهير تقول لها ايه في المناسبه ديت وتوعدها بايه في المستقبل ان شاء الله يعني طبعا الجماهير انا يعني ما بحبش اتكلم عليهم كتير يعني لا بس لما بتكلم عليهم بتكلم في الحاجات اللي هي اللي انا عارف ان هم بيحبوها مختصر مفيد بالظبط هي الجماهير امنيه حياتها اللي احنا لو هنلعب 10 بطولات ناخد 10 هو ده بس وارد اللي انت ما يحصلش نصيب في بطوله طبعا فده ما يزعلكش بس تزعل امتى لما تلاقي اللعيب مقصر لما تلاقي اللعيب مش راجل لكن لما يبقى اللعيب راجل وادى يا كابتن وعمل اللي عليه خلاص دي انت بتعمل اللي عليك والنتيجه دي بتاع ربنا انت مش هتكسب دايما ولا هتخسر دايما صحيح وعايز اقول للجماهير برده نقطه مهمه جدا لما تيجي تنتقد لعيب انتقده عشان انت بتحبه عشان بيلعب في النادي اللي انت بتحبه بس انتقده ان هو يبقى احسن مش تنتقد اللي انت تموته صحيح بس فدي نقطه مهمه جدا لكن ان شاء الله بامر الله يعني احنا الحمد لله خدنا بطوله افريقيا ان شاء الله الفتره اللي جايه دي نحقق كل البطولات اللي نفسنا فيها عشان خاطر الجماهير تفرح وكل الناس تفرح عشان اصلا انا بشوف يعني انا كل ما اروح في حته مصر كلها تقريبا اهلاويه يعني 60 مليون 70 مليون انا بشوف كل الناس اهلاويه فعلا والله يا كابتن والله فانا لا وغير بقى وغير اللي كانوا بيحتفلوا بيكوا بقى في غزه وفي الكويت وفي السعوديه وفي الامارات احنا شفنا السلميه كانت مقلوبه امبارح يعني واحده من الحاجات من البلد الشيخ عصام صابر في البلد عايش في الكويت هو مدرس في مدرسه هناك فاقسم بالله يا كابتن هاني بعت لي امبارح فيديوهات الناس واقفه في الشارع اوعى يجي لك قفشه 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 اوعى يجي لك انا دي حاجه انا فخور بحاجه زي كده انا مبسوط لما امشي في الشارع الناس تقول لما امشي في الشارع الناس تقول اهل لما امشي في الشارع الناس تقول السوليه الناس دي حاجه بتبسطنا ده انجاز واحنا عملناه والاداره ساعدتنا والمدير الفني واللعيبه كلها والعمال فاحنا تعبنا فالحمد لله ربنا كفئنا الحمد لله فخورين بيك يا قفشه عجبني بساطتك واعتزازك بنفسك
وانجازاتك. الحمد لله. ولسه اللي جاي اكتر. شكرا لك. لا اللي جاي اكتر ان شاء الله. اللي جاي اكتر ان شاء الله. وان شاء الله مستنيين كاس مصر سوبر افريقيا ان شاء الله ونروح كاس عالم ان شاء الله. كنت انت عارف حضرتك انا بحبك قد ايه وكنت وحشني ونفسي اشوفك فالحمد لله شفتك النهارده. حبيبي يا حبيبي ربنا يكرمك ان شاء الله. شكرا لك يا قفش. دي كانت حلقتنا سهره خاصه واحنا النهارده بنتوج بلقب بطل دوري أفريقيا. فكل الشكر مرة تانية وتالتة وتاسعة لمجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والعاملين واللعيبة والعمال والموظفين والإداريين. شكرا جزيلا لكم. نتمنى أن أنتوا تكونوا يعني استمتعتم النهاردة بحلقتنا الخاصة دي. بكرة إن شاء الله قبل طبعا كل دول شكرا لجمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان اللي هو الداعم والسند الحقيقي والرئيسي ورقم واحد. بكرة إن شاء الله حلقتنا كالعادة من 10 لـ1 في البيت الكبير. تصبحوا على خير.